اشتركنا لحي النصر الثقافي الاجتماعي نرحب بكم ونقدم لكم اليوم محاضرة يقدمها الأستاذ محمود محمد طه حول تطوير شراعة الأحوال الشخصية، ونامل أن يسود الهدوء وأن تساعدونا في الهدوء حتى نطلع بالفائدة المرجوة. والآن يتقدم الأستاذ في محاضرته. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ حديثنا الخامس في مدينة كوستي في هذه الأمسية، وهو من سلسلة الأحاديث التي أقيمت حول تطوير شريعة الأحوال الشخصية. وكنا في كل حديث نقدم أصلا من الأصول، من أصول الدين، لأن تطوير شريعة الأحوال الشخصية لا يتم إلا أمام خلفية من أصول الدين. الحديث عن تطوير شريعة الأحوال الشخصية لا يتم إلا على مسرح خلفيته اللي تحمل في الأذهان هي الحديث عن الأصول والفروع. وفي حديثنا الليلة الأولى في هذه المدينة قلنا أن شريعة الأحوال الشخصية هي أهم شريعة، أهم شريعة بعد شريعة العبادات شريعة الأحوال الشخصية، لأنها تبدأ بالمعاملات في الدائرة الضيقة اللي هي لبنة المجتمع الأسرة. وحيث أنه مقرر أن الدين المعاملة، إذن في هذه الدائرة ترجع الحركة كلها في أهمية التشريع. ونحن اتخذنا تطوير شريعة الأحوال الشخصية عنوان تحته تتحرك الفكرة كلها. وقلنا أن الدعوة هي بعث الإسلام من جديد، أن الإسلام يحتاج إلى بعث في صدور الرجال والنساء. الإسلام ميت في صدور الرجال والنساء، ما عنده عمل في الأخلاق ولا في الأفكار. صور الموجودة صور قشرة بلا لبة، ومن أجل ذلك يحتاج لأن يبعث من جديد. وقررنا المسألة دي بالملاحظة العامة في حالة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وقررناه بحديثين نبويين كريمين. يمكن أن نشير إلى أحد الحديثين في تقرير هذه النقطة لأنها تقرير هام. أحد الحديثين يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموا. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ تتبعن السنن من كان قبلكم، يعني طريق من كان قبلكم بدقة وضبط شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتم. قالوا: اليهود والنصارى؟ يعني تعني بمن كان قبلنا اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ منو غيرهم؟ الحديث ده صدق النبوءة فيه ظاهر قايم ماثل قدامنا. فمسألة اليهود بطبيعة الحال واضحة في أنهم مفارقين لدين، وبيعملوا في تدبير دنياهم بطريقتنا فيها الحرص والشراهة المعروفة. مسألة النصارى فيها إشارة طيبة جدا لوضعنا، يمكن أن تسار هنا. النصارى ما عندهم شريعة معاملة، شريعة المسيح كأنما هي وصايا أخلاقية رفيعة، وأنه النصارى يمشوا لله في الكنيسة يوم الأحد، لكن في السوق وفي المدرسة وفي الشارع
عندما تبيع وتشتري أو تدفع فواتيرك أنت وشطارتك. الله ما عنده اعتبار هناك. نحن المسلمين غير كده. الإسلام لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من حياة الناس إلا راسمة، والمفارقة في أمرها ظاهر والمطاوعة ظاهر. نحن في الوقت الحاضر الشبه قائم بيننا وبين النصارى، بمعنى أننا بنمشي لله في المسجد، لكن في السوق عمليا كأنه الله ما عنده اعتبار. بنتعامل بالربا، بنتعامل بالغش، وكل أنواع المخالفات لأمر الدين. هذا شبه ظاهر، كأنه عمليا نحن ما بنعتبر وجود الله في حياتنا اليومية، لكن بنعتبره عندما نمشي له في المسجد أو في بروش الصلاة. ده المعنى اللي بنقول به، وأنه العمل الديني هسا بقى قشرة بلا محتوى بلا لبة. ونحن في حديثنا البارحة اتكلمنا عن أصل الأصول اللفظية، هناك أصل الأصول العملية. أصل الأصول اللفظية الشهادة، البارحة اتكلمنا عن لا إله إلا الله، وأبرزنا ما يدخل فيها من انتقال لحل مشكلة المجتمع الحاضر، ما يدخل عليها من فهم يستقيم مع حاجة المجتمع الحاضر في حل مشاكله، ويتكلمنا عنها باستفاضة. ما في موجب لأن نتكلم عنها هنا لأن الوقت ما بيتسع، ونحن منصرفين لأن نتكلم عن أصل الأصول العملية اللي هي الصلاة. والصلاة والشهادة الربط بينات وثيق، حتى القول بأن إليه يصعد الكلم الطيب دي لا إله إلا الله، والعمل الصالح يرفعه في الصلاة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كأنما الطرفين دي المتلازمين، العمل زي قاعدة الهرم واللفظ زي قمته، ولا ترتفع قمة الهرم بدون قاعدته ما ترتفع. والعمل الصالح كل المعاملة لكن في قمة الصلاة. والصلاة زي ما قلت أصل الأصول العملية، وهي أشرف عمل العباد. ونحن في دعوتنا في بعث الإسلام أتباع البشارة، بعد أن اتكلمنا على النذارة كيف نبينا أنذر بأن الأمة راح ترجع إلى هذا المستوى من الحضيض اللي احنا عليه اليوم، برضو بشر قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون السنة بعد اندثارها. ونحن في معنى أننا أتباع هذه البشارة ندعو إلى الصلاة، ولكن لأن الغرابة قائمة في الأمر كله وقع كثير من التشويش والتشهير في غير مكانه، والناس المشوشين والمشهرين بالفكرة الإسلامية التي ندعو لها قد يكون لهم عذرهم، يجوز في بعض التشويش والتشهير عن سوء نية، لكن أنا أفتكر كثير منه عن جهل بحقيقة الأمر وعدم الصبر على الفهم. نحن ندعو إلى الصلاة ونبين كيف أنها تكون، بل الحقيقة كل ما نعمل في خاصة أنفسنا وفيما نقوله مرسوم لأن يعيد إلى الصلاة أصلها وروحها لتنبعث، لأنه لا يمكن أن يكون في تغيير في داخل النفس البشرية وعودة الإسلام بعث الإسلام من جديد إلا عن طريق الكلمة الطيب والعمل الصالح. ويمكن القول الآن بأن نحن في جمعنا ده اللي بيصلوا قليلين، الأمر ده يعني أنه ما نقوله هسع، وفي الحقيقة دعوة لكل واحد مننا أن يصلي. ما يظن أنه الإنسان اللي بيمشي المسجد كل يوم أنه بصلي، وما يغفل عن الحديث النبوي برضو
في هذا الاتجاه حين ذكرناه بحالة الأمة كلها، وما أعتقد أن حالة الأمة بتحتاج لمغالطة في الأمر ده أو أن نقف طويل. الأمة المسلمة في قاع الأرض كلها أمة متخلفة، أمة بعيدة من الله، أمة مغلوبة على أمرها لبعدها من الله، محزومة، قليلة الوزن، قليلة الشان في كل مجال لبعدها من الله. هذا لما الأمر ده صح في الأمة صح في الأفراد. والحديث الذي يجب أن يتفطن له الناس الراضين عن أنفسهم هو قوله: رب مصل لم يقم الصلاة، رب مصل لم يقم الصلاة، يبقى ما هو مصلي أكثر من ده. رب مصل لم تزده صلاته من الله إلا بعدا، وده من أخطر الأشياء. والحديث ده جاي من القرآن: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فويل للمصلين، سماهم مصلين لأنهم هيئة وحركات الظاهرية حركات صلاة، لكن صلاة في صلاة ما في، وده ما يقتضي أن ننظر في الصلاة بفهم. ويل للمصلين اللي هي حركات الصلاة مقامة عندهم في هيكلة في جسد الخارجي، الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن الصلاة اللي هي روح الهيكل ده، عن الروح في الجسم، الجسم مقام لكن روح ما فيه، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، مظهر مظهر مصلي وباطن خربان. وده الرياء، الرياء أن تظهر للناس بمظهر حقيقتك غيره. ويمنعون الماعون، يمنع القلب من أن يكون مكان لله، ده معنى الماعون. بطبيعة الحال الماعون معروفة تاني أن يكون الكوز والكرسي والبراد والطورية اللي بتداولوها الناس في المنفعة، الماعون ده معروف، لكن في المقام ده الماعون القلب وهو بيت الله. فإذا امتلأ بالمرض والنفاق والشهوات والحرص والبغض والأشياء زي دي، والإنسان بيصلي كأنما البيت فيه الأصنام المعنوية اللي تكلمنا عنها مبارح في لا إله إلا الله، حيث كان البيت في مكة مليء بالأصنام الحسية، وجات لا إله إلا الله لتطهر البيت في الكعبة، تطهر الكعبة من الأجساد من الأصنام الحسية. فيجب أن يكون في تطهير لبيت الله الحقيقي اللي هو قلب المؤمن من الأصنام المعنوية، وده تعمل الصلاة. وهناك بعض الأشياء بتحتاج لتصحيح، منها أن أعرابيا جاء وأسلم ثم قال: يا رسول الله نشدتك الله، الله أرسلك لنا أن نقول أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال: اللهم نعم. قال: نشدتك الله، الله أمرك أن نصلي الخمس أوقات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: نشدتك الله، الله أمرك أن نصوم الشهر؟ قال: اللهم نعم. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: نشدتك الله، الله أمرك أن نحج البيت إذا استطعنا إليه سبيلا؟ قال: اللهم نعم. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: نشدتك الله، الله أمرك أن نزكي مالنا على المقادير المعروفة التي فرضتها علينا؟ قال: اللهم نعم. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيدها ولا أنقصها. ده الأعرابي المسلم. فقال النبي: أفلح إن صدق. فظن بعض الناس أن ده هو الإسلام، أفلح إن صدق معناها عمل القدر اللي بنجيه من النار ويدخل الجنة.
جاءت المعرفة تدخل هنا. قالوا ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان الحكمة من خلقنا أن نعبد الله، هل يستقيم عقلا أن تكون عبادتنا هي 5 أوقات في اليوم والليلة ما تأخذ في مجموع وقتها نص ساعة، ثم يكون باقي العمل ليلة باقي الوقت 23 ساعة وكسر؟ قالوا لا. قال برضو السؤال قايم، هل يستقيم عقلا إذا كان ربنا خلقنا لنعبده أن تكون عبادته أن نصوم الشهر في 12 شهر ثم نفعل ما شئنا بباقي الزمن؟ قالوا لا. قالوا هل يستقيم عقلا أن تحج مرة في العمر إذا استطعت ثم تكون دي عبادتك من أجلها خلقت؟ قيل لا. هل يستقيم عقلا أن تكون عبادتك له أن تؤدي الزكاة المكتوبة بالمقادير المكتوبة حين تملك النصاب ويحول عليه الحول؟ قالوا ده الحد الأدنى. 5 أركان في الإسلام هي الحد الأدنى الما دون دخول في الملة. إذا واحد جحد أي واحد من الأركان 5 خرج من الملة. إذا عصاه عاصي، إذا كسل عن تأديته عاصي، إذا جحد خرج من الملة. لكن قالوا الحقيقة أنه المطلوب أن تسير بالعبادة للعبودية، التكليف الحقيقي العبودية، التكليف الشرعي العبادة، والعبادة وسيلة العبودية. وربنا يقول عن العبودية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ده أمر بالعزة الإلهية أن الإنسان لا بد له من العبودية لله. لما قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا دي ما يخرج منها، ما يشيز عنها والحجر ولا مدر. ويقول أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ده دينه، ده دين لما في غيره. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في آخر المطاف محل ما يليج ما بيملك من المملكة، ما يستطيع أن يخرج عن الإرادة دي، لأن الدين ده هو الإرادة اللي لا يدخل في الوجود شيء إلا عن طريقة. فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وهناك يقول عنه لابد من أنك تأتي الله عبد. العبودية هي ثمرة العبادة. أرسل ربنا الرسل ليورونا طريق العبودية بالعبادة. ولذلك يجي تقدير نبينا في الأمر أي إنما أنا قاسم والله يعطي ومن يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. إنما أنا قاسم أنا جد بالشريعة، الله يعطي الحقيقة يفقهه في الدين. ده مش الفقه بيدرس في المعاهد. الفقه معناها العلم. يفقهه في الدين يعني يعلمه بأسراره. إنما أنا قاسم جد بالشريعة والله يعطي الحقيقة ومن يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. فلذلك تجي القاعدة واتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى جبها الأنبياء وجبها الرسل جبها نبينا في الشريعة المرسومة لنا نحن. الأمر ده معناه السير بالعبادة للعبودية. العبودية أن يكون نفسك الطالع والنازل لله، مش 24 في 24 ساعة تقضي لك نص ساعة عبادة. العبودية أن تكون لله كما هو لك، أن تكون مع الله كما هو معك، أن تكون راضي عن الله كل الرضا بلا اعتراض عليه. حتى قالوا العبودية أن تكون بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء. وهو الأمر ده اللي نبينا يجي بالصورة دي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. محياي ومماتي
لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة وسيلة العبودية، والعبودية أن تعيش لله، كل حركتك وسكنك وسكنتك تكون في سبيل مرضاته، الرضا به. الحقيقة دي يجب أن تتقرر. الحكاية الثانية اللي نحب أن نقولها قبل ما نشرع في موضوعنا، وأن الدعوة دي لكل واحد من الإخوان هسا. أي واحد من الإخوان بيفتكر أنه بصلي، أنا بقول له أنك ما بتصلي. ومجالنا هسا بيكون ظاهر، لأنه الصلاة مش حاجة، هي غاية في ذاتها. الصلاة وسيلة. كل شيء من القرآن إلى أدنى التشارع وسيلة مش غاية. الغاية الإنسان. وربنا غني عن أن نتكلم باللغة العربية مثلا اللي هو القرآن، لكن إنما تكلم من أجلنا نحن. ولذلك قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وتلقى أنه الصلاة دي لما نجي نتكلم عنها بنمشي فيها بتوسع، الصلاة وسيلة بصورة ظاهرة، وسيلة العبد للعبودية، لأن يجد نفسه، لأن يلقى ربه. المسألة دي يجب أن تكون مقررة وظاهرة. في النتيجة تأديها الصلاة طوالي هي المعرفة بالله والتخلق في الاتجاه ده. لا يمكن أن يكون في إنسان بيحسن الصلاة ثم لا يعرف الله، لأنه الصلاة هي طرف التوحيد زي ما قلنا قبيلة، والمحك التوحيد. ونحن إذا تكلمنا هسع بيظهر صلاة المصلين عندما يجي النقاش. ما يظن إنسان أنه نحن قالنا صلي وهو بنصلي وده المطلوب، لا. كل أمر من أمور الدين وراه حكمة هو المعرفة بالله. ولذلك قال: إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. نقطة برضو نقول قبل ما ننطلق في موضوعنا، أنه الإخوان اللي عندهم أسئلة جاهزة من بدري أحسن يسيبوا الأسئلة الجاهزة، يسمعوا الكلام اللي نحن رح نقوله. نحن الحقيقة تكلمنا عن الأصول بصور ما أفتكر سبق أن قيلت لكم هنا. رح نتكلم برضو عن الأصول بصورة بتحتاج يعني يسمع الإنسان بكليته. بعدين مما نقوله ناقشونا، سيبوا الأسئلة الجاهزة. وأي حاجة تقال من الكتب ومن الأشياء المعروفة بداهة من الدين، أنا برضو أحب أن أذكرني بها، لأنه أنا عارفة زي ما أنتم عارفينها. أنا أحب أن أكلمكم بحاجة تابعوها هي، ما تظنوا بي الجهل في مسائل بديهية هي عندكم ثم تنصرفوا عما أكلمكم به من الأصول. والكلام اللي أنا بقوله يحتاج للوضع ده برضو: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن أجل ذا أحب أن الإنسان ما يشتغل بحاجة جاهزة من بدري، يسمع أنا بقول شنو في الوضع هذا. قلنا عن الإسلام أنه بداية ونهاية، وأن الإسلام البداية أقل من الإيمان، وأن الإسلام النهاية أكبر من الإيمان. قررنا المسألة دي، وقلنا أنه من هنا أنه في أمة مسلمة وأمة مؤمنة، وأن الأمة المسلمة ما جاءت إلى اليوم كأمة، وإنما جطلايعة في صور الأنبياء والرسل، وأن نبينا كان المسلم وحده في الأمة المؤمنة. وتكلمنا عن ده في أصول القرآن وفروعه، وقلنا من خصائص القرآن الفرعي كلامه عن المؤمنين، وعن خصائص من خصائص القرآن الأصلي كلامه عن الناس، وأن شريعة نبينا كانت في مستوى القرآن الأصلي، وهذه ما تسمى سنة ونحن ميزناها عن غيرها.
أن شريعته في مستوى القرآن الفرعي، ودي هي الشريعة، شريعته لأمته تختلف عن سنة في خاصة نفسه. وقررنا المسألة دي يمكن الرجوع لها إذا شئت في أثناء النقاش. في حديثنا البارح قلنا أنه لا إله إلا الله، ما راح ندخل في موضوع بتوسع، لكن بس نشير إلى أن في وقتنا الحاضر معناها غير في وقتنا الماضي. لا إله إلا الله ظلت تقال من لدن آدم وإلى نبينا، وستقال سرمديا لأنها لا تنتهي بالدنيا. حين تنتهي العبادات والناس يدخلوا مقابر، أهل المقابر في المقابر لا إله إلا الله معاهم، وأهل النار في النار، وأهل الجنة في الجنة، وبها السر السرمدي لله. وكل مرة يتحقق منها قدر، كأنما الأرض تسعى لأن تنطبق بالسماء. نحن بنقول لا إله إلا الله في الأرض، وربنا قال في علياه في إطلاقه قال لا إله إلا الله. جاءت الصورة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة في السماوات وفي الأرض، وأولو العلم في الأرض. نحن نقول لا إله إلا الله، وباستمرار نحقق منها قدر أكبر، وده السعي في القرب من الله. لا إله إلا الله في أول العهد كانت لا معبود بحق إلا الله، في آلهة يعني، لكن عبادتها باطلة لأنه كانت بطبيعة الحال في 360 صنم في الكعبة. لكن في مستقبل الأيام تنبعث لا إله إلا الله لتواجه الأصنام المعنوية، وده فصلناه البارح بكثرة، وقلنا أنه معناها لا فاعل لكبير الأشياء ولا صغيرة إلا الله. وحدة الفاعل، لا إله إلا الله وحدة الفاعل، وقلنا وحدة الفاعل فوق لها وحدة الصفة، ثم وحدة الاسم، ثم وحدة الذات. وحدة الفاعل في مرتبة الواحدية، الله واحد وإلهكم إله واحد. ووحدة الصفة في مرتبة الأحدية، قل هو الله أحد. ثم اسم الله اللي خرج من أن يكون فعل أو صفة، وإنما هو إشارة للذات لا معنى له إلا أن يشير إلى الإطلاق، ثم تتعلق به الأسماء والصفات. المعاني دي كأنما في معنيين معنيين. القرآن معاني لا تنتهي، لكنه فيه معنيين برضو، وده معنى المثاني اللي قلناه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مثاني، معنى مثاني أنه في معنى قريب في الأرض نزل للناس ليفهموه، ومعنى عند الله في إطلاقه، لأنه الله هو المتكلم للأرض، الله هو المتكلم للبشر. لما جاءت في القرآن قال حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فالمعنى في أم الكتاب لدى الله، ده المعنى البعيد من الإنسان، لكن الإنسان مطلوب أن يسر له. نزل المعنى القريب له عشان يستمر في الترقي نحو الله، ولذلك قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لكم في الأرض لعلكم تعقلون. المعاني دي اللي قلناها عن الإسلام، وقلناها عن لا إله إلا الله، وقلناها عن الإسلام المؤمنين والمسلمين، وعندها وجوه كثيرة نجيبها للصلاة. الصلاة ما مفهومة، لما قال الصلاة صلة بين العبد وربه، وقال الصلاة معراج العبد إلى ربه، نحن فهمنا معنى واحد زي ما هي العادة في جميع فهمنا لديننا، لكن الأشياء الصعبة تنفتق لتعرف بدقة أكثر. لما قال الصلاة معراج العبد إلى ربه عن الصلاة الشرعية بالهيئات المعروفة والأوقات المعروفة في اليوم والليلة، دي معراج العبد إلى ربه. ولما قال الصلاة صلة بين العبد وربه عن الصلاة بها الإنسان حاضر مع الله بلا غفل عنه. والتفاوت بين الاثنين يجوا في مقام الفرضية للاثنين. في المعراج القصة المشهورة، عند سدرة المنتهى وقف جبريل، قال له النبي تقدم، هذا مقام يترك فيه الخليل خليله؟ قال هذا مقامي ولو تقدمت خطوة لاحترق. وده
عند سدرة المنتهى نهاية الترقي العرفاني في درجات الأسماء، درجات المجاهدة في المعرفة بالعقل، سدرة المنتهى نهاية المجاهدة في المعرفة بالعقل. العقل حجاب عن الله، وبدونه ما في معرفة. العقل هو اللي بيعرفنا بالله، لكن لا تكتمل معرفتنا بالله إلا إذا تخلصنا عن حجاب العقل. وجبريل بالنسبة للنبي كأنما هو العقل قائد بالصورة دي. لما توقف عند سدرة المنتهى كان ده إيذان برفع حجاب الفكر، فتقدم القلب في مجالات الشهود الذاتي. والملك لا ذات له فلا يطيق أن يشهد ذات الله، وده السبب اللي خلي البشر أكمل من الملائكة. مطلق بشر أكمل من مطلق ملك. نحن أكمل في النشأة وهم أكمل في الدرجة، وكونهم أكمل في الدرجة ربنا جعل معينين لنا لنترقى لنقطع المراحل. والإنسان يمثل في طريق تطور البشرية، الملائكة في طريق تطور البشرية زي حجار الكيلو في الشارع. انت بتقوم من هنا مثلا ماشي للأبيض، في الأبيض في حجر كيلو قدامك ببعيد وانت مبتدي السير، لكنك بتصله بتفوته وثابت. الملائكة معالم في طريق تطور البشر، ده معناهم أكمل مننا درجة، ونحن أكمل منهم نشأة، لأننا عند النفس الأمارة، النفس الأمارة بالسوء وهي الذات. فهذه هي النفس اللي عندها المقدرة على التطور، ولذلك في كمال نشأتنا جات: إن لم تخطئوا وتستغفروا فسيأتي الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر لهم. ده كمال النشأة البشرية. فعندما وقف جبريل عند سدرة المنتهى لعجزه عن شهود أنوار الذات الإلهية لأنه لا ذات له، قال: هذا مقامي ولو تقدمت خطوة لاحترق. فزج بنبينا في أنوار الذات الإلهية إلى أن وصل لمقام وصف القرآن بما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. هنا فرضت الصلاة، جبريل ما حاضر ولا يعرف ولا يستطيع أن يعرف. ثم فرضت الصلاة المعراج في مقام سدرة المنتهى، في مقام قاب قوسين أو أدنى. وعندما رجع نبينا إلى مكة جاء جبريل بالصلاة الشرعية له بكيفيته وأوقاته ووضوها، وقال له: ربنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو مقام الجمعية اللي نزه فيها عن الانقسام، في مقام ما زاغ البصر وما طغى، لأن المنقسم لا يشهد الواحد. ومبارح نحن تكلمنا عن التوحيد وقلنا التوحيد صفة الموحد وليس صفة الموحد. التوحيد مطلوب أن يكون صفة العبد مش صفة الرب. الله أعظم وأجل من أن نوحده نحن، ولذلك وحد نفسه بذاته لأنه لا يعرف غيره. هنا إذا كان نحن اتصفنا بالتوحيد تيحكى الإجل معنى بتاع ما زاغ البصر وما طغى. ونحن برضو في حديثنا البارح قلنا موزعين، نحن منقسمين في الداخل بين ظاهر وباطن، بين سيرة وسريرة. ده ما نفي عن نبينا. ما زاغ البصر وما طغى يعني الفكر اللي قبلك أشرنا بأنه توقف جبريل إيذان برفع حجاب الفكر. الفكر ما اشتغل أصله، مجرد من يكون في تفكير بيكون في حركة بين الماضي والمستقبل. ما زاغ البصر وما طغى يعني النبي فكره ما اشتغل بمكة اللي هي جا منها، زي ما بيحصل لي وليك لما نجي من مدينتنا لمحل، ولا اشتغل بيحصل له شنو في المقام الموحش ده اللي تخلف عنه فيه جبريل وقال له: هذا مقام يترك فيه الخليل خليله. ما كان في جولان خاطر بين الماضي والمستقبل، ده معنى ما زاغ البصر وما طغى. وإنما كان وحدة، كان وحدة ذاتية في وحدة مكانية في وحدة زمانية، ولذلك رأى الذات، لأن الذات لا ترى وإنت مشغول بالزمن، الذات خارج الزمن. وهو قال في حديثه عن المعنى ده: ليلة عرج بي انتسخ بصري في بصيرتي فرأيت الله. يعني ما أصبح عنده عيني راس وعين قلب،
إنما توحد، وده معنى ما زاغ البصر وما طغى. دي الصلاة اللي قال عنها الصلاة صلة بين العبد وربه، والصلاة المعراج جعلت له يعرج بها كل يوم للمقام ده، ودي الصلاة الشرعية. الصلاة الشرعية الغرض منها أن تسير أنت للمقام ده، مقاس شنو؟ مقاس أن ترضى بها الله. نحن هسا لما مثلا ندبر أمورنا، تدبيرنا لأمورنا بكون الانشغال بالماضي والمستقبل، والحقيقة ما ينقص صلاتك هو انشغالك بين الماضي والمستقبل. وإذا أنت لاحظت، ما قلت أنا قولي صلي وهو بصلي وصلاتك بقت صممة عند أروح، لكن لو شعرت بأن صلاتك لازم تكون فيها حضور، إذا كان بديت من العشاء النهار ده تشعر بحاجة، هي أنه مجرد من تقول الله أكبر تلقى أنه خاطرك مشى للماضي. إذا أنت انصرفت من المحاضرة دي ومشيت صليت، أول ما تقول الله أكبر طوالي تلقى نفسك انشغلت بحاجة سمعتها أو قلتها أو زول شفته أو عمل من الأعمال دي. إذا أنت جاي من السوق أو جاي من المكتب، أول ما تقوم تصلي الله أكبر تلقى أنه خاطرك انجذب طوالي لحاجة من الأعمال اللي عملتها المستولية على قلبك من تدبير أمورك وتنظيم عملك. مجرد من تقرر حاجة في الاشتغال ده، أنت واقف بين يدي الله وخاطرك مشغول في الماضي ده عملت فيه شنو، كان من المكتب ولا في السوق، يعني هل ضربت تلفون لفلان، هل جات إشارة من فلان، هل رديت على الفاتورة الفلانية، هل دفعت، هل عملت طوالي. مجرد من تقرر حاجة معينة في عملك تلقى خاطرك مشي للمستقبل، أنك مجرد من تقضى من الصلاة وتمشي المكتب وتمشي الدكان تعمل تعمل وتعمل، وجولان الخاطر باستمرار هو ده. ده الأمر النفع عن نبينا، وده الأمر اللي بينقص صلاتنا وبينقص حياتنا وبينقص معرفتنا. ونحن لما نعيش بالصورة دي في الحقيقة ما عايشين، لأن الماضي مضى وإنت ما تستطيع أن ترجعه، والمستقبل لا تستطيع أن تغير فيه أي شيء لما تجي لحظته. ولعلكم برضو من تجاربكم الواحد يعرف أنه جايز إنت مثلا تقول مثلا رئيس المكتب يقول لك قابل نسة بعد الفطور، من الوقت ذاك إنت تشعر بأنه لازم تقول حاجة، إذا قال لك كده أقول لك كده، إذا قال لك كده أقول لك كده، تجنب تدبر في أمرك بالصورة دي. لما تجي اللحظة تقول حاجة ما دبرتها في اللحظة، تقول حاجة ما دبرتها، حتى إن سألك السؤال اللي أنت كنت متوقعه تقول حاجة ما دبرتها، فكأنه حياتك كلها كانت هباء، لأنك بتدبر في مستقبل لما نيجي حاضر ما في إيدك، وبعدين تشتغل بماضي ما بتستطيع أن ترجعه، ما حصل فيه حصل. هنا الناس لما يتوزعوا بالصورة دي يجي نقص الحياة، ويجي أننا نحن في الداخل فاضين، ما في محتوى، ما في لبة، ما موحدين. ده المعنى، هو التوحيد هو الصمامة الداخلية دي، والتوحيد معناها حوالة الأمر على الله، التوحيد معناه الرضا بالله. فلما نقول مثلا المقام ده بتصله بأن تعيش وانت بتقيس رضاك بالله، معنى رضاك بالله أنه تترك له تدبير المستقبل ده، انت تعمل الواجب عليك بإتقان، بعدين الحاجة اللي بتجي يجب أن ترضى بها، لأنه تدبير الله لك أولى من تدبيرك لنفسك. إذا كان ربنا مدبر الكون كله، كل زراريه بتشوفه ولا ما بتشوفه منه بهذه الحكمة الدقيقة، يبقى أنت ما ترضى به وأنه يدبر حياتك اليومية؟ الحقيقة حقك تفرح، لكن ما بكون الأمر ده بغير المعرفة والعلم. والصلاة جات من أجل المعرفة والعلم بالصورة دي. الصلاة وسيلة للرضا. وهنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ويقول لسيدنا موسى برضو وأقم الصلاة لذكري، ويقول هناك أذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا، الصلاة وسيلة، وهم ما توديك له الرضا. إذا كان أنت ماك مشغول بتدبير أمرك، جولان البندول ده بينتهي، بيقرب انتهي. والحقيقة ده ما من أجل الناس زهدوا، يعني نبينا كان أزهد الزهاد. ليه؟ لأنه كل ما حاجاتك تبقى كثيرة الحركة بتاعك بندولك تمشي بعيد. إذا كان أملك قصير وحاجتك اللي بتكفيك بتكتفي بها اللي هو الكفاف، يبقى حركة البندول ده قصيرة لأنه الكفاف بيصلك. ثم إنت إذا كنت أملك ما طويل، كل ما حاجاتك تبقى كبيرة الأمل طويل طبعا، لكن إذا كنت متأهب للموت دائما
ودائما مستعد للرحيل. ده يخلي حركة انشغالك بالماضي والمستقبل أقل. الزهد والصيام والصلاة بالصورة دي هي المقصودة أن تمشي بها. نحن شفنا أنه الصلاة ماتت، دي برضو نقطة ممكن الناس يسيروا فيها ما شاءوا من كلام إذا كان عندهم اعتراض عليها. الصلاة ماتت. الصلاة ماتت ليه؟ لأنه ما فيها فكر. وقلنا أنه ما يمكن يكون في بعث إسلامي ولا تغيير في الناس إلا إذا كان في فكر. والإشارة البسيطة في يحيون السنة قبل اندثارها، قلنا السنة في أقل درجات محاولة لإدخال الفكر مكان العادة، حتى أن النبي كان يقدم الميامن على المياسر، ودي قيلت دائما في حاجة بسيطة. مثلا إذا داخل الأدبخانة يقدم رجله الشمال لأنه داخل لمكان نجس، يفدي المفضول يفدي الفاضل بالمفضول، يفدي الميامن بالمياسر. إذا هو خارج من الأدبخانة يقدم رجله اليمين، إذا داخل على المسجد يقدم رجله اليمين، إذا خارج من المسجد يقدم رجله الشمال. الميامن على المياسر مفضلة بالصورة دي، لكن على بساطة شديدة تتناسب مع الأميين ودين الأميين، تلقى أنه يشتعل الفكر ليكون مكان العادة. والبداية البسيطة دي تسوق إلى الحكمة في أعلى مجالاتها، لأنه تفضيل الميامن على المياسر وضع الأشياء في موضعها، إعطاء كل ذي حق حقه، أو دي الحكمة. الحكمة في أعلى مجالاتها. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. الشكر يبتدي من الحركة البسيطة دي، ومع أنه الشكر هو أن تعيش النفس الطالع والنازل زي ما قيل لله. الشكر وضع النعمة في موضعها، ده الشكر. النعمة كل صحتك وكل جسدك وحواسك وكل حركة تعملها نعمة من الله لك، إن وضعتها في موضعها وضعتها في العبودية. هذه تبتدي من الحركة البسيطة بالصورة دي. إذا كانت الصلاة ما تدخل فيها الروح بالفكر من جديد، لا يمكن أن تحيا. بل الحقيقة ما في عودة للناس للدين إلا عن طريق أن يكون في فكر في عبادتنا. الفكر يجي من أنه الصلاة وسيلة لغاية. الغاية هي شنو؟ ده الموضوع اللي أجملناه بالصورة دي. لكن مجرد من تعرف أنها هي وسيلة لغاية، أنت بتترقب منها شيء وبتقيسها. لما قال الصلاة معراج معناها سلم. إذا كنت أنت هسا ماشي لمكتب هنا في كوستي، المكتب في الدور الثاني، وقدامك سلم فيه 15 أو 20 عتبة، لا يمكن حسيا أن تقيف أنت في العتبة الأولانية، ولا بتحتاج أن تفكر لتمشي لفوق، لأنك عارف ماشي وين. بتلقى أنه رجليك طلعوا في السلم وانت توجهت للمكتب، لأنك عارف ماشي وين حسيا. دي بتنعمل من البداهة كمان. لكن روحيا في الصلاة، لأننا ما نعرفين ماشيين وين بالصلاة، نحن بنقف العتبة الأولانية. ويبقى الواحد يصلي طول عمره زي جمل العصارة اللي في قبله في محل واحد، ولا ترقى وفي أخلاق ولا معرفت ولا في أي شيء. هذا قال عنه رب مصل لم يقم الصلاة، ده ما بصلي. نحن هسا عزلنا وجه الناس بالصورة دي، ده ما بصلي. لابد أن تكون الصلاة عندها قيمة توديها. الصلاة دي إذا كان أنت بتقيسها هي مودياك للرضا بالله، لأن الرضا هو العبودية. الرضا بالله هو العبودية، والرضا عزيز المنال. حتى ربنا يقول لنبينا ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. معناه ما في عطى واحد بخلي النفس ترضى، كل ما نفسه تفتحت لمعنى جديد الله يديه ياهو. ودي الصورة اللي جاي بها القرآن عن أصحاب الجنة في الجنة، لهم ما يشاؤون فيها. يبقى خلاص لازم يرضوا، لكن ربنا للطفه لأنه السير له إطلاق يقول ولدينا مزيد. بعد الحاجة اللي بيكونوا عايزينها يلقوها، ينفتح لهم من فضل الله أنه في أكمل منها، يطلبوها يلقوها، ينفتح لهم ما هو أطيب منها، وهكذا. ولذلك الرضا سير سرمدي، لأن العبودية سرمدية زي الربوبية. الربوبية لا تنتهي والعبودية لا تنتهي. إذا كان أنت عارف أن الصلاة تقربك للرضا، يبقى يجب أن تقيس صلاتك. إذا صليت ركعتين وانصرفت من الصلاة، أنت ماك أرضى بالله منك قبل ما تصلي. الصلاة دي ما مكتوبة في أي محل، ما تفتكر أن الصلاة دي مكتوبة لك في الآخرة عشان يدوك عليها أجر، لأنه ما مكتوب في الآخرة هو المكتوب في قلبك ده.
ولذلك ربنا يقول ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كل إنسان قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وما الناس يتغفلوا في أنه يسيروا في متاحات ما لها قيمة. الأمر جاهز، والعارفين قالوا إن الله أكرم من أن تعامله حاضر ويعاملك دين. تصلي له هسه ليأجرك يوم القيامة؟ لا، هسه هاك بهاك. وهو قال ادعوني أستجب لكم. إذا كان دعيناه وما استجاب الدعوة غلط، مش هو ما بيستجيب. لكن إذا دعيته بلسان حالك ولسان مقالك بمعرفة، عرفت مكانه واحتجت له ودعيته بكليتك، يستجيب لك هاك بهاك. حتى ما جعل بين الأمر بالدعاء والإجابة على الأمر أي كلمة، أدعوني أستجب لكم. إذن إذا كان أنت عرفت الصلاة بتصبح بها مترقي ومتطور ومرتفع كل يوم. والعارف ما بصير في حلقة مفرغة زي جمل العصار زي ما قلنا قبلك، بيصير في طريق حلزوني لولب، كل ما دار دورة يرتفع درجة وهو ماشي. وده السير لله بالصورة دي. ونحن تكلمنا عن السلم السباعي اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان وعلم عين وعلم اليقين وعلم عين اليقين وعلم حق اليقين ثم الإسلام. كأنه النهاية تشبه البداية، النهاية تشبه البداية، كما بدأنا أول خلق نعيده. الصوفية قالوا النهاية تشبه البداية ولا تشبهها، لأنه إذا كان النهاية شبهت البداية يبقى حلقة مفرغة، وتشبهها معناها اللولب مفتوح، مفتوح لأخوه. وده معنى السلم الحرزوني أو السلم اللولبي اللي بتصعده الإنسان العارف بالسلمان. كل ما دور سبع دورات ارتقى درجة. وماشي من وين؟ ماشي لوين؟ ماشي ليسلم لله الإسلام كله. وربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ده الأمر. لما الناس قالوا أينا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ قال فاتقوا الله ما استطعتم، اللي هو تخفيف لأمة المؤمنين. لكن مطلوب من الناس أن يعرفوا الله حق معرفته. 200 في السرمد الناس ماشيين لله، وما في نهاية للسير ده. وربنا يقول كونوا ربانيين، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نبينا يقول تخلقوا بأخلاق الله، إن ربي على صراط مستقيم. وأخلاق الله الحكمة، وضع الأشياء في مواضعها، العلم، الحكم. ده الحكمة، لما أنت تقول الحكمة معناها نهاية العلم ونهاية الرحمة. لما تقول الحكمة معناها نهاية العلم ونهاية الرحمة. والحكمة بدت من المثل البسيطة في تقديم الميامن على المياسر بالصورة دي. هنا حركة المؤمنين، مرحلة المؤمنين، نحن قلنا مرحلة عقيدة، مرحلة المسلمين مرحلة علم، والعلم تطور وترقي مستمر، لكن العقيدة وقفة. العقيدة لأنها ما عندها خطاب للعقول بقدر ما عندها خطاب للقلوب. إيمان، حتى الناس يقولوا إيمان كإيمان الحجائز، يعني ما يسأل ولا يشك. وده كمال في مرحلة الإيمان، لكنه ما هو كمال في مرحلة العلم. العلم تجديد كل يوم. ومن تخلق بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم، أنه من أخلاق الله كل يوم هو في شان. كل لحظة من لحظات الزمن تقسم الزمن أنت لمن تخرج منه، يعني الثانية يمكن تقسمها إلى بليون جزء. في كل جزء من الزمن ده اللي يمكن يدرك الخيال، ربنا يظهر من ذاته لخلقه شيء. ده شان ربنا. العارف كذلك في كل لحظة يعرف شيء جديد. العارف منطلق في حياة فكره وحياة شعوره باستمرار مجدد. وده تخلق بأخلاق الله في النقطة دي. الترقي ده من الإسلام الأولاني إلى الإيمان إلى الإحسان إلى علم اليقين إلى علم عين اليقين إلى علم حق اليقين إلى الإسلام مرة تانية. تاني يبتدي لكنه في مستوى جديد. إسلام كأنه بالنسبة ليه هو كأنه الإسلام الأولاني بالنسبة للإنسان المبتدئ. ثم دورانه ماشي كل ما تم سبع درجات حول نفسه ارتفع درجة. ومن أجل ده الصلاة فرضت فوق السبع سماوات، والصلاة السجود فيها على سبع عظام، والصلاة الركعة فيها سبع حركات، والنفوس سبعة. ده معنى الترقي. مترقي لوين؟ مترقي ليصل لنفسه.
والحكمة الإلهية الكبيرة جعلت النفس والرب في حالة واحدة. إذا وجدت نفسك وجدت ربك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وربنا يقول ونبينا يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه. والفلسفة من قديم كانت تقول أعرف نفسك. نفسنا ليه نحن بنعرفها؟ لأنها نحن ولدنا على نقاء وصفة. حتى يقول نبينا كل مولود يولد على الفطرة. كل مولود مش المسلم بس، اليهودي والمجوسي والنصراني والأي صورة من البشرية تولد على الفطرة. والفطرة القلب السليم والعقل النظيف. الطفل ما فيه حاجة مترسبة، اللهم إلا الميراث. الميراث ده موجود بالصور اللي ممكن الكلام عنها إذا كان جاء سؤال عنه بعدين، لكن صافي. ولذلك تلقاه بريء، ظاهره وباطنه واحد. الطفل ما عنده نفاق، ظاهره وباطنه واحد. دي الفطرة وديننا دين الفطرة. لكن لما ولد الإنسان على الفطرة ولد ضعيف، ولد جاهل، كأنه سلامة قلبه وصفاء فكره ما فيه تجربة. بعدين دخل في مضمار الحياة ليجرب. في أول حاجة لعدم انقسامه يفتكر أنه أي حاجة في البيت لازم تكون له هو. إذا بكى لازم يشيلوه ويشوفوا مشكلته شنو، يحل مشاكله بالبكى بالصورة دي. بعدين لقدام إذا كان مثلا بقى كبير وشاف أي حاجة عند طفل زائر ولا عند أخوه عايزه هو، لأنه لازم هو يدوه كل حاجة. لقدام تجد تجارب في أنه هو مش وحده في الكون، في ناس آخرين لازم تكون لهم رعاية. ولما يبكي ما بحل مشكلته البكاء، لأنه أمه وأبوه مش واقفين عشان بس يشوفوا بكاء وعدمه. تكون في تجارب بعد الفطرة ديك ما فيها شيء. تبدأ التجارب وابدأ اعتبار الآخرين. بعدين يقوم يبتدي الحيل، لو عايز الحاجة يحتال بصورة من الحيل. بدل قبيلك النقاوة في البكاء العديل يقوم يحتال بصورة، يدعي المرض أو يدعي أي حاجة. غايته الحيل تكون فيه كثيرة ليجلب الشفقة عليه. أنا وإنت والثالث والرابع بالصورة دي. التجارب دي نكسبها تمسخ الفطرة. أصبحت عندنا تجارب لكن الفطرة السليمة قبيلي انمسخت. ويجي يقول كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون في معيشتنا في المعتركة في الأسرة ثم في المجتمع الخارجي. الدين جاء عشان القشرة دي اللي غطت عننا أنفسنا اللي هي في قلوبنا اللي هو بيت الرب، بقى بين العقل والقلب قشرة صدى. هذه سميت النفوس. الدرجات دي النفوس اللي قال عنها نبينا إن أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. وضح بأنها بين جنبيك مش نفسك بس، لكأنه الإنسان عنده نفس عليا ونفس السفلى. النفس العليا هي النفس النقية الطاهرة، والنفس السفلى هي اللي اكتسبناها واللي عايزين نرفع حجابها اللي سماه الرين. كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بين عقولنا اللي هي النفس الحادثة، الإنسان الحادث العقل حادث، ونفوسنا اللي هي النفس القديمة اللي قال ربنا عنها كأنها من نفسه، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. واللي قال عنها ما وسع يعني سماء أرضي ولا سماي وإنما وسع يعني قلب عبد المؤمن في الحجب دي. ومقصود العبادة أن ترفع الحجب. فالإنسان بيترقى باستمرار ليصل للحقيقة دي. وبعدين جد من عرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف نفسه بما هي عليه في الحقيقة، مش في الغش والتدليس والكذب والنفاق اللي نحن اكتسبناه. ولذلك عايزين نصل إلى الصفة ده، وسيلتنا العبادة. هنا الترقي ماشي بوسيلة العبادة اللي هي المعراج. وكل ما انت احسنت واتقنت وجدت فيها بتجويد في تقليدك للنبي باتقان يسوقك في المراقي دي، يقطع بيك درجات الايمان الثلاثه ويقطع بيك درجات الايقان الثلاثه. عندما تجي في شهود الذات النبي يامرك بان تترك التقليد، تترك الصلاه الشرعيه لتاخذ شريعتك من الله بلا واسطه زي ما اخذه هو بلا واسطه جبريل. هذا يسمى مقام الشهود الذاتي، يسوقك في المراقد ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو ده أمر من القرآن، لكن نحن ما بنفهم الأمر ده شو. الرسول أتانا شريعة وأتانا طريقة وأتانا حقيقة، وهو
يقول قولي شريعة وعملي طريقة وحالي حقيقة. أقول الشريعة هو أنه أمرنا بأن نصلي كما رأيناه يصلي في الأوقات والأيام. نحن كلنا مأمورين بالصورة دي. بعدين الطريقة شريعة وزيادة. الزيادة مثلا في الصلاة قول صلاة الليل. صلاة الليل مكتوبة على النبي دي سنته، لكن ما مكتوبة عليك أنت. لكن جاي أمر بالند مش بالشرع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أهجى اتباع المؤمنين له بالصورة دي. في أشياء أقرهن وأشياء نهاهن زي ما كنا تكلمنا عن الصيام مرة. فإذا أنت مشيت معاه بإتقان هو يدرجك كأنه قال لك قلدني. لما يرقيك في المراقي يقول لك أترك التقليد، هو يقول لك أترك التقليد، والصوفية قالوا يوصلك ويقول لك ها أنت وربه. هو الباب على الحضرة دي اللي ندخلها، وهو الحجاب. وانتوا شفتوا الحجاب اللي قلناه عن جبريل، جبريل كان حجابه. لولا أنه جبريل زال لما كان هناك فرصة للشهود الذاتي. زال جبريل لنقص نشأته لأنه لا يستطيع أن يشهد الشهود الذاتي. يزول نبينا من بينك وبين ربك لكمال تبليغه، لأنه هو اللي بيعينك على رفع حجابه. ورفع حجابه معناه الاتكال عليه والتقليد له، فيسوقك من تقليده بأمر قلدني لغاية ما تقوى أنت لتقوم على رجلك. يقول لك ده طريقك لربك، والطريق لله في المجال ده كل نفس منفوسة طريقة براه. السير إلى الله بيعدي أنفاس الخلايق من التوحيد، أنه الله ما بيمشي له الناس اتنين اتنين. وده قبل قريناه في أصالة في مسألة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. لأن المجيء لله مش سير في المسافة، وإنما هو تقريب صفة العبد من صفة الرب. وكل إنسان عنده صفة تختلف عن الثاني، والله لا يظهر ذاته لذرتين في الوجود ظهور واحد. داء من كمال الألوهية أن لا تكرر نفسها، من نفس عبارة كل يوم هو في شان. فإذا كان أنت مشيت بإتقان يوصلك للمقام اللي يقول لك فيها أنت وربك، تاخذ أنت صلاتك من الله كفاحا بلا واسطة. الصلاة لا تسقط عنك، لكن يسقط عنك التقليد وتبرز إلى مقام فرديتك، ويصير الترقي في مجالات الفرديات باستمرار لا نهاية له. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وملاقات الله ما بتكون في المسافة زي ما قلنا، وإنما هي بتقريب صفاتك من صفاته، بأن تصل لنفسك. ونفسك ما بتشبه أي نفس تانية، ولذلك الفردية هي الأمر. فالصلاة بالصورة دي بغير ما تنبعث الصلاة من جديد تاني، والصلاة بالصورة دي هي المأمور بها أنت وإنت 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 كل واحد. لكن مرحلة الإيمان غير مرحلة الإسلام فيها، لأنه مرحلة الإيمان ما مرحلة حركة مستمرة في التطور، وإنما مرحلة المسلمين هي مرحلة العلم زي ما قلنا، وهي مرحلة انطلاق لتلاقي ذاتك. الأمر بالصورة دي ممكن النقاش لقدام يوضح أكثر، لكن ناقشوا في أصول الدين وفي العلم. وزي ما بقول أنا النقطة اللي عندكم في الشريعة أنا ما بتذكروني بها، لكن ما تنشغلوا بها أنتوا، أمشوا في الناحية دي. إذا وجدتوا أنه الكلام ده صحيح، والواحد ذاته يمكن بالمقاس للكلام ده يقدر يقيس نفسه هل هو بصلي ولا لا. لكن التهمة موجهة من الطرف ده للطرف ده أنه أنتوا ما بتصلوا. أيها الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن باسمكم نشكر الأستاذ محمود محمد طه على هذه المحاضرة القيمة. وأود أن أقول أن الأستاذ لم يقل لا تصلوا، فالمتبع للأستاذ لا يرى أن الأستاذ منع الناس عن الصلاة ولم يقل لا تصلوا وعليه. فأرجو أن تكون الأسئلة في حدود المحاضرة، وأن تكون الأسئلة أسئلة قيمة تعود بالنفع عليكم وعليه. فالأستاذ محمود محمد طه صاحب فكرة وصاحب مبدأ، وعشان يصير هذا المبدأ لازم في ناس يكونوا معه ولازم في ناس يكونوا ضده. وعلى كل
فإما أنكم أغنعتوا الأستاذ أو أغنعكم الأستاذ، لكن مش يعني أنت حتغنى الأستاذ بس كده، مش يعني حتغنى الأستاذ غصبا عنه، أنت حتجادله أو حتناقشه، أنت حتفاوض الأستاذ وهو حيناقشك على هذا الأساس. فالأستاذ محمود ما عايز رجينا مثلا أنه ما نصلي، لكن عايزنا نصلي بطريقة أحسن. طيب طيب يا سادة، جميل جميل. على العموم أنا حأصرف أي سؤال ما كان داخل المحاضرة، وأنا آسف لو كان أطلت في كلامي أو أخذت وقت أكثر من اللازم. شكرا جزيلا. تفضل. وفي الحقيقة المحاضرة عن تطوير شريعة الأحوال الشخصية، لكن زي ما قلنا نحن بنعرض الوصول اللي بتوجب الحركة في التطوير، لأنه تطوير الشريعة نفسه أمر ما سبق به قول، أمر في تطوير التشريع. إذا كان الشريعة العامة أو شريعة الأحوال الشخصية ما سبق به قول، وده بيدخل في غرابة الموضوع ده كله، ونحن ما تكلمنا عنه في نهاية كلامنا ده زي ما هي العادة لأنه قلناه كثير. على أي حال الأسئلة يمكن أن تمشي في تطوير شريعة الأحوال الشخصية برضو، لأنه ده في الحقيقة الموضوع اللي نحن بنحاضر فيه، ولأننا في الأربع محاضرات الماضية ذكرناه، وهو مسألة أن تعدد الأزواج الزوجات ما هو أصل وإنما الأصل الواحد، وأن الطلاق في الأصل حق للمرأة وحق للرجل، وإنما في المرحلة أودع عند الرجل ومنعت المرأة من التصرف فيه لأنها قاصرة، ومسألة المهر ما هو شرط صحة، والمرأة ممكن أن تكون مسؤولة أمام القانون عن ولايتها لنفسها، وأن الركنين بتاع المحل والشاهدان ديل ما بينتهوا إطلاقا. الكلام ده قلناه كثير، ويبدو لي أنه أكثر الوجوه اللي أنا شايفها كانت بتحضر مواضيعنا، ولذلك إذا كان واحد رأى أنه يسأل في شريعة الأحوال الشخصية هي داخل المحاضرة دي، كل ما هناك أنا ما أشرنا لها الآن اكتفاء بما قيل عنها كثير، لكن الإجابات تجي إن شاء الله عن السؤال اللي بيشمله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك من أن هذا الحشد الكبير من أنه دليل على اهتمام الناس بفلسفة الأستاذ محمود المحاضرة الإسلامية. لقد تناول الأستاذ في محاضرته الحديث عن إتقان الصلاة الذي أعتقد أنه يدور في ذهن كل منا، ألا وهو لماذا لا يصلي الأستاذ. ولماذا لا يصلي الأستاذ وهو شخص يحدثنا عن التربية الإسلامية الأصيلة، وربما يكون الأستاذ قد تعرض لهذا السؤال في حديثه، ولكن بصورة لم ارتقي إليها أو جاءت بصورة قامضة لمفهومي الشخصي. والناس اختلفت حتى في موضوع صلاة، البعض يقول أن الأستاذ الناس بيقولوا أنه الأستاذ ربما أنه الصلاة دي، في البعض بيقول أنه رفعت منه لأنه وصل إلى القاية المطلوبة ألا وهي عدم الواحد كيف. طيب السؤال بداعيتك لغاية هنا انه مفهوم لدى الجميع، وشكرا. انا افتكر انه المحاضرة دي كلها هي ذكرت الاسئلة راح تتجي فيها كده ما بتكون في مستواها، طبعا النقاش لابد ان يكون في المستوى ده
لينفيد زيادة، لكن الإجابة على السؤال ده أنا بصلي بإتقان شديد لتقليد النبي بأمره هو في التقليد لغاية ما أمرني بأن أكون أصيل وقال ليها أنت وربك، وأخذت صلاتي الفردية من الله بلا واسطة، وده أمر لك أنت ولك أنت ولك أنت لكل واحد مننا أن يصير إلى فرديته، لأنه التكليف بالعبودية تكليف فردية والتكليف بالعبادة جماعية لنصير إلى الفرديات. هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وقفت في الميكروفون، ما في شك الناس الواقفين دي كلهم بيعرفوا كلامي لأنه مبسط وزي كلام، يعني طبعا كلنا يمكن نكون أن نقول في مستوى واحد في الكلام. السؤالي أنا داير قدمه أول شيء، طبعا جاتنا الشريعة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي الفرائض أو أركان الإسلام الخمسة، وهي جات في كتاب حقيقة، هي جات بالكتاب، الأركان كلها في الكتاب القرآن، لكن الرسول فصل لنا تفصيل، قال لنا الصلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والعشاء 4 ركعات والصبح 2 ركعات، وقال لنا زكاة الحرث كذا، وقال لنا زكاة العين كذا، وقال لنا الحج كذا. أنا ماشي وجاي في حاجة، شنو أقول؟ أنا مشغول بالدنيا عن الآخرة وماني متجه إلى الله، لكن دايرة أنا في سؤالي، هل الناس اللي بيكونوا أصيلين ويتركوا الصلاة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لغاية أخذ الرفيق الأعلى كان بيصلي الصلاة ذات الحركات من ركوع وسجود، وسيدنا أبو بكر الصديق أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة ذات الركوع والسجود والزكاة ذات المغادير والحج المعروف بطوافه وأركانه وسعيه كله، كذلك عمر بن الخطاب، كذلك عثمان بن عفان. أنا ما دارت خوض لناس آخرين. بعدين هل الدرجة اللي وصل محمود وقال له ها أنت وربك كانت درجة محمود أكبر من المصطفى صلى الله عليه وسلم وأكبر من أبا بكر وأكبر من عمر وأكبر من عثمان وأكبر من علي رضي الله تعالى عنه، أكبر منهم كلهم في الدرجة؟ ثاني سؤال في لا إله إلا الله محمد الرسول، في لا إله إلا الله، لأنه دائما بيقول لا إله إلا الله. بعدين أنا بقول الكلام ده أسأل فيه سؤال عشان أنتوا تعرفوه، إذا كان جاء واحد يهودي على دين اليهودية قال لا إله إلا الله وبعدين بينفق وبعدين ما بيأذله أحد، هل الكلمة دي بغير محمد رسول الله تدخل الجنة؟ هذا السؤالين أنا أرجوه. أنا أفتكر أنه يا جماعة بالله أنا ما عايز أطيل لأنه يجوز كلامي يصهر فيه السخف، لكن نحن لازم نحترم الرأي أيا كان نوعه. فالأستاذ محمود حيرد على رد الأخ له الحق، فأني يسأله محمود حيجاوب عليه لما نسمع حيكون كويس. يعني الموضوع في الكلام عن الصلاة وفي كلام في وصول الدين عنده حرمة كبيرة، وما بكون الاتجاه فيه للاستجابة للاستفزاز ولا الخروج عن موضوعه. وأنا أفتكر أنه الناس المسلمين كل واحد مسؤول عما يقول وعما يفعل، والحق الناس المجلس يكون فيه من الأدب الديني ما يخلي الناس يطلعوا بنور وببركة، فما في داعي للاستفزاز ولا الاستجابة للاستفزاز. الكلام ده الحق ما بيدلس،
والحق واضح. نحن لما نتكلمنا عن الأصول دي قلنا أنه بيسقط التقليد، الصلاة ما بتسقط. أو دي مسألة من المسائل أن نحن لما نكلم ونتكلم ونوسع في الموضوع عايزين الناس يدركوا بدقة، التقليد هو اللي بيسقط. ليه؟ لأنه التقليد قدامك المقلد، والمقلد حجاب عند شهود الذات. وقلنا أن نبينا كان ساير خلف جبريل لأنه هو رسوله إلى سدرة المنتهى، فتأذن الله بأن يزول الحجاب فبرز إلى مقام الشهود الذاتي. التقليد بسيرك في المراقي إلى أن تجي في مقام سدرة المنتهى. قلنا جبريل زال لنقص نشأته، نبينا يزول من بينك وبين الله لكمال تبليغه لأنه موصلك ويقول لك أنت وربه. في الوقت ذاك يسقط عنك التقليد لأنه الصلاة دي مش صلاتك أنت، هو أصيل فيها، أصل التقليد ما واجهه لأنه نبي، وكل نبي صاحب شريعة فردية، دي صلاته هو بالأصالة، وصلاتك أنت والثالث والرابع والخامس بالتقليد. المشكلة في التقليد، فعندما أنت ما تبرز لمقام أصالتك تعطى صلاتك ولا تسقط عنك الصلاة. والقاعدة زي ما قلناك لما قال الصلاة الصلة، الصلة دي دائما بتنزل الإنسان زي البرتقي للحضرة ثم تدرك الغفلة ثم يرفع يرتفع للحضرة مرة تانية بالصلاة. وقال عنها إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لكن التقليد والأصالة هما الفرقة اللي احنا بنتكلم عنها. فكون نبينا صلى إلى أن يلتحق بالرفيق الأعلى لأنه أصيل وما هم قلد وما بتواجهوا عقبة التقليد وحجاب التقليد. وكل عارف يصلي إلى أن يلتحق بالرفيق الأعلى عندما يكون أصيل الأصالة والتقليد. نحب أن تكون المسألة دي مميزة بالصورة دي. بعدين مسألة المؤمنين والمسلمين نحن تكلمنا عنهم وقلنا أنه أبو بكر ما دون مرحلة الإيمان، وأنه ورد في حديث جبريل، وأنه الأمة المقبلة هي مرحلة الإسلام، وأنه نبينا تشوق لهم بالصورة الواضحة في الحديث وشوقاه لإخوان الذين لما يأتوا بعد. قالوا له الأصحاب أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي. أحب أن يكون في إدراك وتمييز للفرق بين الأصحاب والإخوان. وشوقاه لإخوان الذين لما يأتوا بعد، قال أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي. وشوقاه لإخوان الذين لما يأتوا بعد، قالوا من إخوانك؟ قال قوم يجيئون في آخر الزمان للعامل منهم أجر 70 منكم. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا لماذا؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. وفي حديث ثاني بالكلام عن الأمة في أخريات أيامه، قال لهم أي المؤمنين أعجب؟ قالوا الملائكة. قالوا ما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالأنبياء. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي يغدو عليهم ويروح؟ قالوا نحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين ظهرانيكم؟ قالوا من؟ قال قوم يجيئون في آخر الزمان يؤمنون بي ولم يروني. المرحلة دي احنا تكلمنا عنها في الأصول وفي كيف أن المؤمنة بتجي، وأن نبينا طليعته وأن هو وحد كان المسلم في أمة المؤمنين، وتكلمنا عنها بما يمكن أن نعود له مرة ثانية للتفصيل إذا شئت واحتجت له. لكن الأمة المقبلة هي أمة المسلمين اللي بيها الإسلام الكبير اللي قال عنه ربنا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. ده السبب اللي بيخلي البشارة بالأمة المقبلة بشارة فرديات. المؤمنين قطيع بيمشوا، كل الحركة بتمشي بالصورة دي لأنها عقيدة. لكن المسلمين أصحاب معارف فردية في درجة الإيقان بعد ما ذلك كانوا في درجة الإيمان. المسألة دي إذا شئت أن نفصلها بنفصلها إذا عاد أي واحد من الإخوان للسؤال عنها. السؤال الثاني قال بيقول لا إله إلا الله وما بيقول محمد رسول الله، كيف؟ أصله العبادة هي لا إله إلا الله، العبادة
لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم بالسنة قرنت الشهادة، الشهادة المقرونة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش وارد في القرآن بهيئته دي، لكن وارد محمد رسول الله والذين معه، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فأمر نبينا في السنة أن يقرن الشهادة، فبقت لا إله إلا الله محمد رسول الله. التمييز أنه لا إله إلا الله عبادة، وأن لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادة، والشهادة تجب مرة في العمر لكنها توجب الاتباع، والعبادة لا تنفك تقال زي ما قلنا في الدنيا دي وفي البرزخ، وهل النار في النار وهل الجنة في الجنة. عشان كده نحن اتكلمنا عنها بالصورة المركزة، لكن ما كنا نظن أن واحد يتكلم عن الصلاة وعن تقليد النبي والأشياء زي دي يظنوه ما بقول الشهادة. الشهادة تقال مرة في العمر، تجب مرة في العمر، والإنسان اللي بيقول أنا بقول لا إله إلا الله وبيجحد محمد لا يدخل في الحضرة إطلاقا، باب الحضرة محمد رسول الله، إفراد الشهادة لا إله إلا الله. عشان كده نحن تكلمنا عنها بصورة، ومبارح تكلمنا عنها بتوسع في الأمر ده، وهنا تكلمنا عنها بالإشارة دي. ثم كلامنا العملي في إتقان التقليد، وده مجرد من تتكلم عن إتقان التقليد قلت محمد رسول الله. أنا برضو أحب أن أذكر أن الموضوع ده أحسن حاجة يناقش من ناحيته العلمية. الأسئلة الجاهزة من بدري أو الأسئلة الماشية لأن تذكرنا بحاجات نحن عارفينها ما بتقدم كثير، وبتجد الرد بطبيعة الحال لكن بتضيع الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أعتقد يا إخوة أننا جميعا طلاب حقيقة، والبحث عن الحقيقة يقتضي نوعا من الصبر من المستمع ومن المتكلم. استمعت إلى حديث السيد محمود اليوم وقبل اليوم، واستمعت على رده على السائلين، وأقول لكم بأمانة إنني لم أقتنع بأي إجابة أجابها على سؤال سأله به سائل. هذه حقيقة، لأن كل الإجابات التي يريدها على السائلين تحوم حول الحمى ولا تقع فيه. وفي هذا الحديث الذي سمعته اليوم تناقض مريع لا أعتقد أنه يخفى على أي إنسان استمع إليه. تحدث الأستاذ محمود، وبعد النهاية طلب إلينا ألا نجادله بأي شيء من الدين، ذلك لأنه يعرف هذا الدين. إذن بما نجادله؟ إنه يأتي إلينا بشريعة جديدة، ونحن نؤمن بشريعة الله التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم. أعتقد أنه لا مجال إطلاقا لمن أراد الحقيقة إلا أن يجادل المتحدث بشريعة محمد التي جاء بها من عند الله. فإن كانت هذه الشريعة قد درست ولا معنى لها الآن، فكنا نرجو من السيد الأستاذ أن يحدثنا عن الشريعة الجديدة من دون ارتكاز إلى شريعة محمد، لأن هذا من حق محمد والجديد من حق المتحدث به. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشريعته من عند الله، هذه الشريعة التي احتواها الكتاب واحتوتها السنة، والرسول يقول، وقد قلت هذا الكلام من قبل في ليلة ماضية، تركت فيكم أمرين، تركتكم على المحجة البيضاء في حديث آخر، وتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي.
اثنين ما في غيره، كتاب الله وسنته. يريدنا الأستاذ أن نلغي كتاب الله وأن نلغي الشريعة ثم نجادله. بأي شيء نجادله؟ لا أدري. السيد الأستاذ يتحدث عن الشريعة ويتحدث عن الأصول ويتحدث عن الفروع، يقول إن الآيات المكية هي آيات الأصول في الشريعة الإسلامية، والآيات المدنية هي آيات الفروع في الشريعة المدنية، ويقول نحن لسنا بمطالبين بآيات الفروع وهي آيات المدينة. هذا معناه أن نلغي بجرة القلم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي نظم بها المجتمع المسلم إنما جاءت في المدينة. فإن ألغينا شريعة محمد معنى ذلك إننا قد ألغينا الدين والتعامل وكل شيء له علاقة بتنظيم المجتمع، وبعدين ندير ظهورنا لشريعة محمد ثم نتجه للأستاذ محمود ليشرع لنا من جديد. شريعة المدينة أو شريعة المدينة كما يسميها هو جاءت في الآيات المدنية. الآيات المدنية سورة البقرة كلها مدنية ما عدا آية تقريبا. ده معناه إن احنا نلغي سورة البقرة، نلغي أحكام الصيام التي جاءت في سورة البقرة، نلغي أحكام الدين والمعاملات والتجارة التي جاءت في سورة البقرة. سورة آل عمران مدنية أيضا بجرة قلم تنتهي. سورة النساء التي فيها الإرث وفيها الأقضية وفيها كثير من الأحوال الشخصية نلغيها لأنها نزلت في المدينة. باختصار كل شرائع الإسلام التي تنظم حياة الناس ومعاملاتهم تلغى في رأي الأستاذ المتحدث، ثم يتجه الناس للآيات المكية ليستنبط لهم منها السيد محمود الشريعة الجديدة. نحن نعلم، وفي ليلة ماضية أنا قلت إنني أعترض على تقسيم القرآن إلى مكي ومدني ثم أخذ المكي وترك المدني، فقام وضع سؤالي بالصيغة الآتي، إنه أنا بنكر إنه في قرآن مدني وفي قرآن مكي، وقام جاوب على أساس إنه أنا بنكر القرآن المدني، ابتدى يسخر مني بإنه أنا جاهل وقاصر وعايز أفرض قصوري على الدين. هذا تناقض يا إخوة، ومعناه بصراحة إننا نحن نلغي الشريعة ونجي للأستاذ محمود عشان ما يشرع تشريع جديد، وأرجو أن يكون كما قلت من قبل شجاعا ليقول هذا بالحرف الواحد ليؤمن من شاء وليكفر به من شاء. هذه واحد. الشيء الثاني يتحدث عن الأصالة في الصلاة. الصلاة يا إخوة هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام، قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاته التي أسرد عنه هي هذه التي نصليها بصفاتها بقيامها وركوعها وسجودها وقراءاتها، لا نعرف له صلاة غير هذه، نحن مأمورون بها. قال صلوا، هذا فعل أمر، فعل أمر ونحن مأمورون باتباعه. صلوا كما رأيتموني أصلي، نصلي. قال لنا لا، ما تصلوا الصلاة دي، صلوا صلاة الأصالة، لأنه كل زول مطالب بأنه يصلي الله وحده ما معاه زول تاني. يجيب الآية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن، أستاذ محمود الرحمن وليس الرحماني، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن، لأن آت هذه اسم فاعل واسم الفاعل بيعمل عمل فعله وبينصب المفعول ولا يجر، وده قرآن طبعا لا ما بنتجاوز فيه. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وبعدين لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه، قال يوم القيامة، بالله خليكم يقولنا معانا، قال وكلكم آتيه يوم القيامة، مش الليلة مش في صلاتكم، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، لأنه اليوم داك ما في ذول بيجي معاك. صرف الأستاذ محمود صرف لليلة، إنه كل واحد فيكم يأخذ صلاته بطريقته الخاصة براه،
والآية تتحدث عن القيامة وليس عن اليوم. وكذلك مصادرته لآية يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه هناك ما هنا، لأنه هنا ما في زول بيلاقي ربنا. فنحن بنصلي لله بنقف بين يديه وقوف المتبتل الخاشع الذليل الحقير، ولا ندعي أننا أكبر رتبة من الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول هو، نحن أدنى من أن نماثل الرسول. بل سيدنا عمر عندما يتحدث عن أبو بكر عن أبي بكر الصديق يقول ساعة في حياة أبي بكر الصديق خير من حياة عمر أو خير من عبادة عمر 70 سنة. قال له كيف؟ قال ساعة من حياته في الغار إلى جانب الرسول وهو يدافع عنه خير من حياتي أنا. نحن نجي الليلة ناس القرن 20 أو النصف الثاني من القرن 20 نقول إنه نحن مش بقينا أحسن من أبو بكر وعمر وبس، بقينا أحسن من الرسول ذاته، لأن الرسول كان عنده واسطة في التلقي، الواسطة بتاعته منه؟ بتاعته جبريل. بعدين جبريل وصل مرحلة تخلى عن الرسول، لأنه جبريل كان أدنى مرتبة من بالله. خلوا بالكم لأنه هنا في تناقض مضحك وعجيب جدا جدا. بيقول إنه جبريل تخلى عن الرسول لأنه جبريل أقل مرتبة من الرسول، ولذلك تراجع عنه، تراجع عنه لأنه الرسول. بالله أرجو يا إخوة أن تهدوا. بيقول إنه جبريل تخلى عن الرسول وتراجع عنه لأنه جبريل أدنى مرتبة من الرسول والرسول أكمل. فالرسول إنما سرى في حجب الغيب ليشاهد الله لأنه أكمل من جبريل، وجبريل تأخر لأنه لا يقوى ولا يستطيع أن يصمد لهذه الأنوار المتلاطمة. صح؟ لكن ده صح، صح، لأنه صح صح قالوا الأستاذ، وأنا لا أناقض هذا، وإنما أريد أن أريك يا أخ، أريد أن أريك التناقض المزري المضحك في هذا الكلام. جبريل جبريل تراجع عن الرسول لأنه أدنى من الرسول، بعدين الرسول تراجع عن الأستاذ لأنه أكمل من الأستاذ، جبريل تراجع عن الرسول لأنه جبريل أقل من الرسول. صح؟ نوافقك. طيب الرسول تراجع عنك ليه؟ قال لأنه أكمل مني. طيب إذا كان أكمل حقه يمشي معك يوصلك، إذا كان أرجو أن يرد، هو موجود يا أخي ليرد الأستاذ. قال جبريل تراجع. لا ما بنزل والله، ما لن أترك هذا المكان ولو على أسنة، شايف السيوف، أنا لن أترك هذا المكان إطلاقا إلا بعد أن أقول ما أردت أن أقول. أنا يا جماعة يا جماعة نسمع بالله يا جماعة يا سادة. يا سادة أيها المواطنون، يا جماعة يا جماعة بلا أذن فيكم، والله يا أخي ما هي الفتنة ذاتها، المفروض الناس طلاب الحقيقة. يا جماعة أرجو يا إخوة إن كنا طلاب حق بالله يا أبا، يا أبا أرجو بالله يا أخي خليك يا إخواننا. سمعت حديثا كثيرا عن طيب يسهل بالله بسرعة. كويس طيب يا إخوان الذي أريد أن أقول يا إخوة إنه قرر السيد الأستاذ إنه جبريل تراجع عن محمد صلى الله عليه وسلم لأنه جبريل أدنى منه مرتبة، ومحمد تراجع عن الأستاذ عندما وصل إلى هناك لأنه
محمد أعلى منه مرتبة، فلا أدري إذا كان السبب في التراجع كان ضعفا في المرة الأولى، كيف يكون السبب في التراجع كمالا في المرة الثانية؟ والله لا أدري. القرآن الكريم يا إخوة، ولا أريد أن أطيل لأنه شايف أن الرجة كترت، القرآن الكريم كل متماسك. القرآن الكريم اللي هو منهاج الشريعة الإسلامية جسد متماسك لا نستطيع أن نقصي عنه جزءا منه دون أن نعطل الشريعة الإسلامية، ونحن لا نريد أن نعطل الشريعة، إذن نحن لا يمكن أن نستغني عن أي جزء من أجزاء القرآن الكريم. ذلك لأنه المنهاج اللي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن صدقناه واتبعناه، آمنا بهذا القرآن. فأرجو إن كان هناك شيء آخر، هذه الصلاة الكلمة الأخيرة بس اللي دار أقولها، إنه هذه الصلاة اللي نحن بنصليها الليلة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا كما رأيتموني وصلي، نحن بنصلي بالطريقة إياه. الأستاذ محمود قال بيصلي صلاة الأصالة، نحن والله ما عارفين الصورة والصفة بتاع صلاة الأصالة دي كيف هي. تاني قال إنه الرسول قال لي أنت وربك، قال له وين؟ أنا ما بعرف. بالله تفضل يكلمني. بطبيعة الحال الموضوع ده بيكون دائما عايز موضوعية وعايز كلام واضح، والكلام اللي أنا قلته جرى من مولانا تشويه له كبير، نحن هسا أنا راجعه هنا مكتوب كل حاجة قالها. فقال أنه محمود طلب مننا ألا نراجع بأي شيء في الدين، أي شيء من القرآن يعني. أنا بطبيعة الحال ما بقول كده، بقول الحاجات المعروفة عندكم ما تجدوني بها لأنها معروفة عندي. يعني أنت تقول لي بني الإسلام على خمس، هل بتعتقد أني ما بعرفها؟ بس أنا قصدت كده، لكن لا يمكن أن أقول أنه ما تجدني بالدين. وما الكلام ده كله في شنو؟ ده ما كله في الدين. بعدين تجي العبارة بأني أنا قلت نحن ما محتاجين للقرآن المدني، نسيب القرآن المدني. أنا فصلت في المرة الأولانية وفي المرة الثانية في أوقات كثيرة برضو قلت إذا كان الوضع يحتاج للأمر ده نرجع له. القرآن نازل مكي ومدني. المكي نحن فيما ألفنا أنه نزل في مكة في صدر الإسلام، المدني نزل في المدينة بعد الهجرة. ده صحيح لكن ما كل الصحة، أنه ما نزل في مكة هو الأصول، والأصول معناها دعوة الإسلام للناس كرشدة ومسؤولين، الأصل المسؤولية، الأصل الحرية، ده معنى الأصول. الأصل أن كل إنسان حر، إلى أن يسيء استعمال الحرية تصادر حريته، ده الأصل. ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا أنت استعملت حريتك في عبادة الله أنت على سداد وما بتصادر حريتك، بتنمو باستمرار وبتزيد بالمعرفة. لكن إذا كان الإنسان ربنا خلقه ورزقه ويسر له كل الوسائل اللي بها يعبده ثم ظل يعبد الحجر الأصم يبقى أساء استعمال الحرية. أنزل القرآن ليذكره 13 سنة بالقرآن المعجز وبالكمالات النبوية وكمالات الأصحاب، عندما الناس أصروا على أن يظلوا يعبدوا الأوثان ويرتفقوا بنعمة ربنا صودرت حريتهم. بل الحقيقة مادوا لغاية ما حصلت الهجرة في مؤامرة معينة ومعروفة، صودرت حريتهم وظهر ظهور عمل لأنهم قصر جاء القرآن المدني، كأنما الأصل ده لما عجزوا عنه نسخ، الأصل ده نسخ وجاء القرآن المدني أقرب لهم. ما ننسخ من آية أو ننسئها نأتي بخير منها أو مثلها، خير منها مناسبة للوقت. بقى القرآن تنزل من
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى ما سميت آية السيف فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. دي في الشرع ناس خلدي وبقى النبي وصى على الناس وأمر أن يحملوا على مصلحتهم بالإكراه لأنه مصلحة في أن يعبدوا الله ويقلعوا عن عبادة الصنم. فقال أمرت أن أقاتل الناس بعد أن نهي 13 سنة في مكة حتى أن ياسر وسمية قتلوا قدام المسلمين ونبينا يمر عليهم أبشروا آل ياسر بالجنة وما نصروهم لأنه نهي عن القتال في المدينة. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر. فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. جاء أمر الجهاد بالصورة دي. فنحن بنتكلم عن أنه القرآن المكي أصل وفي العهد الماضي منسوخ والمحكم القرآن المدني وبيه قام التشريع. وقلنا أنه الأمر الأولاني القرآن الأصلي نسخ لأنه كان أكبر من قامة المجتمع ولأنه ظهر ظهور عملي أنه الناس ما هم رشد بالقدر الكافي اللي ينهضوا بالوصول. فجاء القرآن في مستوى الوصاية اللي هو قرآن الفروع. النسخ ده قلنا لا يمكن أن يكون نسخ سرمدي. النسخ ثابت ما فيه كلام بالمرة لكن لا يمكن أن يكون النسخ ده سرمدي لسببين. إذا كان النسخ ده سرمدي يبقى تغيير رأي وعن ذلك تعالى الله علوا كبير. الحكاية الثانية يبقى أفضل ما في ديننا وأرفع ما في ديننا منسوخ بما هو دونه وده خائنه في الحكمة. وما يمكن أنت تقول أن القرآن كله حالة واحدة. القرآن كله حسن لكن بعضه أحسن من بعض. وربنا يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وفي مثلا لما تنزل من أصل لفرع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالوا أينا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ قال فاتقوا الله ما استطعتم. أهدى الأصل في القمة نزل لطاقتهم فاتقوا الله ما استطعتم. نحن بنتكلم عن أنه ما نسخ نسخ لأنه مرجع لحينه وما أحكم أحكم لأنه مناسب لحكم الوقت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أو نبينا يقول نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. أو حتى القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكرى القرآن كله لتبين للناس ما نزل إليهم. ما نزل إليهم مش القرآن كله اللي بينصب عليه البيان اللي بينصب عليه التبليغ القرآن كله لكن اللي بينصب عليه البيان ما نزل من الأصل للفرع. فالقرآن الأصلي مدخر ليوم إجوا تجي الأمة المسلمة وتكلمنا عن أنه كيف نبينا آخر حديث يمكن قلناه كيف كان بيشتاق لمجيء الأمة المسلمة. هو كان وحد المسلم في الأمة المؤمنة ولذلك سنة شريعته الخاصة كانت قائمة على الأصول. زكاته وصلاته وصيامه قائمة على الأصول لكن زكاة الأمة وصلاة الأمة وصيام الأمة قائمة على الفروع. بعدين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الفروع نزلت لنا لتسوقنا لقدام مش عشان نظل فيها لأنه نحن مطلوب مننا أن نتبعه. ده ما قلناه في مسألة الأصول والفروع. وأنا أفتكر أنه بين ممكن النقاش على أساسه بمواجهة حقيقية في الآيات وفي النصوص. بعدين القول بتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. نحن كلامنا ده كله في كتاب الله وسنته ولعله أنا بذكر من الآيات ومن الأحاديث أكثر مما ذكر مولانا في كلامه اللي قاله. لكن العبرة بالنص بالفهم للنص. العبرة بفهم النص مش بالنص لأنه النص ممكن يقرأه أي إنسان. المسيحي والمستشرق يمكن أن يقرأ النص ولا ينتفع منه حتى لكن لما تفهم النص بتمشي به ولا قدام. فنحن إذن بنورد النصوص وبنقول معاني النصوص بالصورة دي وبنحاجج في المستوى ده أن النص اللي أنت قلته خطأ أو الفهم بتاعه خطأ. دي أفتكر المجال الممكن نناقش فيه أساسه. هو مثلا زي كلام مولانا يقول كأنه كلام محمود ده أن نلغي بجرد قلم شريعة محمد وأن نأتي بشريعة جيبة لنا محمود. إذا كان هو عايز الكلام ده يقول بشجاع الكلام ده لكن من وين يجيب الكلام ده مولانا؟ أنا داعي لإتقان تقليد النبي بصورة ما سبق في التاريخ كله
الناس على طرق كثيرة والناس على ملل كثيرة، لكن زول قال حتى الطرق حتى ترجع لطريقة الطرق للاقتداء النبوي وإتقان التقليد ما حصل. انتوا تذكروا وكان مولانا بيتذكروا اللي يقوله، لكن ما حصل. الدعوة دي معرفة بقيمة النبي وحقيقته وما يؤديه لنا من كمال التوسيل لله، ولذلك التمسك به بقوة وإتقان. دي دعوتنا، مش دعوتنا أن نسقط طريق شريعة محمد. ثم في محاضراتنا هنا يتكلمنا عن أنه الشريعة الإسلامية في العبادات وفي الحدود وفي القصاص ما بتتطور، وقلنا لأنها مهما أخذ من العقيدة من وراء العقيدة، حتى القصاص العين بالعين والسن بالسن هي صورة فكرية للإنسان جاءت عشان تطور عقل الإنسان محكية من الصورة المركوزة في الحقيقة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فنحن إذن بنتكلم عن فهم للموضوع ده، ما بندعو لإسقاط شيء وإقامة شيء. ويش معنى واحد يقول مثلا سيب محمد هناك وجيبها كلامك براك إذا كنت أنت بتدعو لإسقاطه؟ مين أولى بمحمد من الناس اللي بيدعو لمحمد وبيعرفوا محمد؟ هنا برضو أو ده العبرة بالنصوص والفهم النصوص اللي احنا بنقوله، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والرحمن عبدا، الاثنين صحيحات. الرحمن مضاف ومضاف إليه. الرحمن آت الرحمن معناها اسم مضاف، الرحمن مضاف إليه، أو آتي اسم فاعل يفعل فعل فعله فينصب الرحمن مفعول به لاسم الفاعل. هنا بقى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه العبارة أن احنا قبل كنا بنقولها، أنه العارفين يقولوا إن الله أكرم من أن تعامله حاضر ويعاملك نسيئة، يعني تصلي هسع ويأجرك يوم القيامة. الحقيقة أنه أجره هاك بهاك حاضر إلا إذا كان نحن ما معه. وأنا قلت لك أدعوني أستجب لكم، لكن الإنسان قد يدعو الله وما يستجيب، يستجيب بعد شهر، يستجيب بعد سنة، يستجيب في الآخرة، حسب حالك أنت من الدعوة. هل أنت دعيت بكليتك وبعلم؟ إن دعيت بكليتك وبعلم تجاب حالا. هنا العارفين ما عندهن الآخرة بهناك، الآخرة هسا. وهنا ربنا يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هسع تشوفوها الجنة والنار فيه، ثم لترونها عين اليقين، أهو ثم للتسويف، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. يبقى بالموت بيزيد تزيد الرؤية وتزيد المعرفة، مش أصل المعرفة. ولذلك بالموت ارتفع الحجاب الأكبر، يبقى الإنسان الغافل هنا يتنبه لأشياء ما كان عارفة هنا. لكن العارف حتى سيدنا علي قال والله لو رفع الحجاب بالموت ما زدت يقينا، لو رفع الحجاب بالموت ما زدت يقينا. بعدين الموت نبينا قال موتوا قبل أن تموتوا، موتوا قبل أن تموتوا. فالعارف بيموت موت معنوي قبل ما يموت الموت الحسي، والعارف تماما هنا هو مطلع على ما وراء الموت الحسي. ودي عبارة سيدنا علي لما قال والله لو رفع الحجاب بالموت ما زدت يقينا. فإذا كلهم آتي يوم القيامة، القيامة دي في كل لحظة انت يموت جزء من إرادتك لتتبع إرادة الله دي قيامة. وجاءت العبارة من مات فقد قامت قيامته، وموت قبل أن تموت معناها أترك إرادتك لإرادته. والعابد كل يوم يتخلى عن جزء من إرادته ليرضى بالله، ده موت وده يوم القيامة بتاعه. العارف كل يوم متجدد بالمعنى ده. فيبقى المعاني اللي نحن بنقصدها زي ما بقول فهم النص والضروري فيها، وفهم النص يجي بإتقان التوحيد. والعبارة كلها اللي تكلمنا فيها في الأصول كلماتنا الخمسة اللي هي دي خمستها كلها استمدادة من التوحيد مش من القراءة. التوحيد، التوحيد يوري معاني القرآن بالصور دي. نحن قلنا والكلام ده تكلمنا عنه كثير أنه جبريل هو الواسطة، وكأنه الصورة بالشكل ده أنه الله في مكان يمشي له الله تعالى عن المكان، لكن مظاهره في السماوات يعني مظهر الله أكثر منه في الأرض، في مكة أكثر منه في كوستي، لكن ذات الله في كل محل كما هي. هنا
لما قال له إن الله يناديك معناها أنه بيرقيه المراقي، وده معنى السماوات السبعة زي ما قلنا. ارتقى السماوات السبعة ارتفع في الدرجات، لما يرتقي سما يرتفع درجة في النفس، ده معنى السما. وهو ما شبهه لغاية ما جاء عن سدرة المنتهى، هو واسطه بينه وبين الله، حجابه يعني. لما جاء عن سدرة المنتهى قلنا لأنه الملك ما عنده طاقة ليشاهد الذات، لأنه لا ذات له. فعندما رقى المراقي لغاية وحدة الفاعل وحدة الصفة وحدة الاسم عن وحدة الذات، وقف وقال هذا مقامي لو تقدمت خطوة لاحترق. فزج بنبينا في أنوار الذات لغاية ما توحدت ذاته فرأى ذات الله، وقال ليلة عرج بي انتسخ بصري في بصيرتي فرأيت الله. جبريل تخلف عن النبي لنقص نشأته، قلنا أنه نبينا يقول لك ها أنت وربك، ويزول من بينك وبين الله لكمال تبليغه، لأنه هو موصلنا لله، هو داعينا له، هو داعينا لله. والمرحلة في لا إله إلا الله هي الشهادة، هي العبادة المطلوبة، لا إله إلا الله. كان ربنا قال أشهد بوحدانيتي لا إله إلا الله، لكنكم لن تطيقوا ذلك لأنه معنى مجرد ولا حظ لكم فيه وأنتم مبتدئون. إذن تمثلوه مجسدا دما ولحما في محمد، فجاءت محمد رسول الله. نحن بنعبد الله فيه، وش بنعبده هو؟ ولذلك يجي من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم هو يرقينا لغاية ما نجي في مقام الشهود الذاتي اللي لا يتم وبينك وبين الله واسطة. هو يقول لك أنت وربك لكمال توسيل وتوصيل لله، ودي القيمة الكبيرة اللي تعرف لنبينا. هو الصوفية يقول هو الباب وهو الحجاب، حتى يقول هو الحجاب الأعظم، لأنه من أصعب الأشياء على العباد أن يزول من بينه وبينه، لأنه العبادة برضو زي الطفولة. الطفولة الحسية عايزة دائما تجد أب تعلق عليه مسؤوليتها، ومن الصعب أن تقوم على رجليك لتكسب براك وتقابل تقابل العالم براك. الطفولة الروحية أصعب من دي، ولذلك من أصعب الأشياء أنك أنت تجي للمجال ده، لكن بتوفيق الله وبتوصيل النبي لك تجي هنا. كمال تبليغه مش لي أنا، لكل عارف يتقن العبادة، لكل عارف. بل الحقيقة أنه ده الفرض على كل واحد مننا، لأنه الفرض الأساسي والتكليف الأساسي العبودية. العبادة وسيلتها، كل عبادة ما توصلك للعبودية فيها نقص في ممارستك لها. العبودية ثمرة والعبادة شجرة، ومن الناس من يزرع الشجرة وما تلد إلا الشوك، ومن الناس من يزرع الشجرة وتلد أحسن الثمار. وإذا هذا بالصورة دي، لكنها هي الشجرة، انت عايز تعرف كيف تسوسها لتكون هي الشجرة النافعة. وفي بعض الأحاديث قال، بعض الأحاديث المسيحية سيدنا عيسى قال وضعت الفاس على أصل الشجرة، كل شجرة لا تأتي بثمر تقطع وتطرح في النار، لأنه شجر الشوك وجود، شجر المانجا مش وجود. الشريعة الصحيحة زي الشجرة بتاعت الفاكهة، المعاملة المستعملة استعمال صحيح. نحن إذا كان شريعتنا ما فيها فكر في العبادة زي ما قلت بنظل نلف قبلنا، وده ما فيه ثمرة. إذا كان شريعتنا فيها فكر كل دورة نحن نرتقي لفوق، وده اللي نحن عايزينه. ولذلك لما قال يحيون السنة بعد اندثارها، في أبسط الصور قلنا لكم السنة بحث الفكر ليحل محل العادة. القرآن برضو مولانا قال أنه القرآن متماسك، بطبيعة الحال القرآن متماسك لأنه مصدر واحد وكله حسن، لكن إن أريد بأنه متماسك بعض مش أفضل من بعض خطأ. وحتى الحديث النبوي لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين وياسين لها قلب. والحديث النبوي سيد آية القرآن آية الكرسي. هنا نحن أسع كلامنا الممكن نبتدي منه ونمشي به لقدام، هي أنه لا يمكن. والكلمة دي أنا أكررها، ويمكن تكون هي أهم حاجة نحن نشغل بها أنفسنا. لا يمكن أن تعود الروح للدين مرة تانية إلا إذا دخلوا الفكر. إذا كانت عبادتنا بقت بالعادة زي ما هي الحالة لا يمكن أن نرتقي. ونحن يمكن أن يقول إنسان عاقل أننا مسلمين، نحن مسلمين على الاسم بس،
ويكفي أننا إذا لاحظتنا في أي بلد من بلاد الله نحن أقل الناس، ونحن ما بنعيش على ديننا. هسع في اللحظة دي ما بنعيش نحن على ديننا، وحتى البلاد الأسلمت وكانت بتعتبر نفسها بتمشي لتحكم نفسها بالحكم الإسلامي رجعت لأسوأ مما نحن عليه. مثلا باكستان اللي كانت أرضها انسلخت من الهند على مجموع من المسلمين ليحكموا أنفسهم بالإسلام، في آخر المطاف عجزوا عن الدستور الإسلامي بالمحاولات اللي ممكن بعضكم متبعة ليرجعوا ينسلخ منهم جزء يسموه بنغلاديش، يعلن نفسه أنه دولة علمانية، وأعدى أعداه باكستان الباقية. والمسلمين في كل جهات الأرض يعني منحطين ومغلوبين ومهزومين وبعيدين عن الله، مع أنه الله وعد إن تنصروا الله ينصركم، قال وقال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيبقى وضعنا ده إذا كان نحن رضينا به وافتكرنا أنه ما في عوجة، أنا وافتكر أنه ده هو نهاية السوء. إذا كنت عايز تتحرك منه لا يمكن أن تتحرك إلا إذا دخلت الروح في العبادة، وما دخول الروح في العبادة هو ما عنناه بأنك تسير في مراقي الإسلام لغاية ما تجي لمرحلة الشرائع الفردية، تنطبق شريعتك وحقيقتك، لأنه حقيقتك المطلوبة منك العبودية وعبادتك تبقى فردية، وده بأمر من نبينا. هتجي وين الأمر ده؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، قال مولانا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب نحن هسع بنحسن الحركات طيب جدا، لأنه اتناقلوه الناس لنا، الناس رأوه بالعين الشحمية اتناقلوا لنا الصورة وهيئة صلاته. نحن بنصلي بإتقان، حركاتنا يعني أكثر المصلين حركات ما عليها عيب. لكن طيب العيب وين؟ العيب أننا ما رأينا النبي تمام. لما نحن بنصلي على رؤية العين الشحمية هل رأينا قلبه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي معناها كما رأيتموني بعين البصر وبعين البصيرة. إذا كان ما ترى النبي كده ما صليت زيه. عين البصيرة تقول لك أنه أصله في قلبه ما في غير الله. لما كان بيقول الله أكبر ما في قلبه أكبر من الله. عين البصيرة توريك يوم من حديثه وتوريك يوم من أخلاقه من شمائله ومما يوصف به. فإن أنت صليت كما رأيته بعين البصر وبعين البصيرة تجي في مرحلة معينة تلقى أنه صلاته دي في التقليد مودياك عين البصيرة توريك أنه هو أصيل. صلي كما رأيتني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي معناها قلدوني لتكونوا أصلاء كحالي، قلدوني في فعلي لتكونوا أصلاء كحالي. هذه دي الرؤية. ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا بيك تكلمنا عنه. إذا أنت ما تخرج من نطاقك اللي هو الصورة الظاهرية بس لا يمكن أن تكون في روح ولا بحث للدين ده. وزي ما بقول العبرة بفهم النصوص مش بالنصوص. السلام عليكم. الحقيقة أنا ما هتكلم بناحية بتاعت علم ولا كده، طبعا يعني أنا بتكلم بأسلوب رجل الشارع. الحقيقة أنه فيما يختص بموضوع الصلاة فعلا أستاذ محمود وضح أنه المزيد مثلا من إتقان الصلاة هو في النهاية بيوصلك للمرحلة اللي هو فيها الأستاذ محمود السي. الغرابة في الموضوع شنو؟ أنه طبعا يعني الانفعال اللي بيكون دائما هنا مثلا في الميكروفون الأخوة مثلا يجي ينفعلوا كده، أفتكر أنه حقه تكون الأستاذ محمود واضع لا اعتبار، يعني لأنه فعلا هو في مرحلة مثلا بعيدة جدا جدا، وطبعا نحن في 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 المراحل القريبة يعني تحت خالص. فأنا أعتقد أنه الانفعال اللي بيجي يتم في الميكروفون هنا أنا أعتقد أنه ما يثير الأستاذ محمود، لأنه فعلا هو بالضبط دي الحقيقة، يعني أنه نحن هنا في الأرض والأستاذ محمود فوق في السماء. أنا أعتقد أنه دي يعني حاجة واضحة جدا جدا. بعدين فيما يختص بالأفكار بتاعاته وكتبه وكده، أنا أعتقد أنه فعلا يعني أنا شخصيا بتكلم عن رأيي الخاص، يعني أنه الواحد ممكن يقدر أنه يخط أنه باجتهاده الخاص. يعني الأستاذ محمود فعلا فكر جديد في السودان، يعني وضع مجهودات خاصة قام بها حول يعني شبه متقدم، يعني شرح مثلا الشرائع والسنن وكده بطريقة مثلا ممكن
تكون حديثة فيما معناها. مثلا يذكرني بالأستاذ بتاع مصطفى محمود برضو في مصر، برضو قام بمحاولة في الاتجاه ده. يعني الناس أنا أعتقد أنه ممكن مثلا يقبلوا المسألة دي يعني إلى حد ما، لكن الحاجة الوحيدة فعلا أنا بعتقد أنه الناس ممكن يقبلوها يعني مهما تكون الأحوال، اللي هي أنه هناك مرحلة بعد الصلاة الكثيرة والإتقان الكثير والعمل الكبير يعني أنه تقيف من الصلاة، لأنه الواحد ممكن يتخيل أنه مثلا بعد ملايين السنين مثلا حتكون ما في صلاة، لأن الناس كلهم حيكونوا وصلوا المرحلة دي وقعدوا ساكن. بعدين برضو سمعت قبل شوية، سمعت قبل شوية في مدني برضو قالوا واحد من الأخوان برضو الواصلين يعني برضو قالوا رفعت عنه التكاليف، معناته أنه دي بيتأكد كلامي أنه في النهاية حيكون أنه تلقى مثلا في 14 نفر بس بيصلوا والباقيين كلهم خلاص وقفوا من الصلاة. فأنا أعتقد أنه الأستاذ محمود كمفكر، ده حقيقة أنا أقولها بأمانة يعني، كأستاذ مفكر فعلا عنده فكر متقدم وفعلا درس يعني الكلام ده ما بجيبه ساكت، هو فعلا قعد يعني قعد لسنوات عديدة قعد في الواطة دي وفعلا يعني ابتدى أنه يطلع كلام يعني فعلا الناس، أنا أعتقد أنه ما في واحد إلا من العلماء قدر يعني فشلوا حقيقة يعني أقول أنه أي عالم في الخرطوم في وين في وين ما قدر يواجه أستاذ محمود محمد طه، دي حقيقة يعني أقولها. لكن كمان أنا بقول أنه الأستاذ محمود محمد طه فعلا يعني لو كان مثلا هو فعلا مثلا ونفض أنه هو وصل ما وصل إليه مثلا وصل ما وصل إليه مثلا يعني ونفرض جدلا هاي. طيب حاضر. طيب يا جماعة نواصل اللي هناك ونفرض جدلا، ونفرض جدلا بالله دقيقة يا جماعة بالله دقيقة، ونفرض جدلا أنه الأستاذ محمود محمد طه وصل ما وصل إليه، أنا أعتقد أنه هل مش من المعقولية مثلا أنه طالما أنه وصل المرحلة دي بتاعت أنه هو فعلا وصل المرحلة المعينة اللي هو رفع عنه التكاليف المعينة، لما نجي يواجه ناس زي ديل مثلا في بداية الإسلام ناس بيصلوا ويصفوا ويسافروا كده مثلا حقه حتى لو في يعني عشان الناس يتقنوا الصلاة عشان الناس يبتدوا أنه يتحولوا أو يشعروا بأنه ما في يعني سخط أو حاجة غريبة عليهم، ما كان الحكاية دي يخليها يعني ما يبرز عنه بصورة واضحة أنه رفع عنه التكاليف. أنا أعتقد أنه إذا كان صمت هو يعني بيصلي أو ما المهم أنه ما يشيره يعني أنه رفعت عنه، أنا أعتقد أنه والله كافة الناس والله الناس قاعدين دول كلهم يقفوا معاه ويساندوه كده، أنه فعلا فكر متقدم بيدعو له يعني بجانب التشريع أنه يكون المرأة لها حقوق وبتعاملية فعلا يعني الواحد يشعر بأنها هي يعني ممكن الناس يقبلوها. لكن أنا أفتكر أنه الخطأ وأنا متأسف أنه أقوله لكن طبعا ده رأيي الخاص يعني أنه الخطأ الخشة فيه الأستاذ محمود أنه شوية خلى الناس يكونوا بعيدين منه أنه هو أشهر يعني خدتها عديل كده أنه هو رفعت عنه التكاليف. فأنا أعتقد على أنه وأطلب يعني أن الأستاذ محمود أنه المسألة دي يا ما عارف أقول فيها شنو يعني. شكرا جزيلا. برضو السيد أنا أفتكر بيكون برضو واقع ضحية للتشهير الغير صادق، حتى قال خدتها كده أنه رفعت عنه التكاليف، مع انه انا بقول الصلاة ما بتسقط والتكليف لا يسقط، بل العارف تكليفه اكتر من الجاهل، والقاعدة اقربكم من الله اخوفكم منه، وربنا لما نقول واقم الصلاة ده امر، وقول انظروا ماذا في السماوات والارض ده امر، واقم الصلاة قامت عليها شريعة العامة، وقول انظروا ماذا في السماوات والارض شريعة العارفين، فالعارف مكلف في مستوى معرفته، ولا يمكن ان يكون اذا التكليف بيسقط. وأنا هنا في الكلام ده مرات قلت أنه التكليف الأصلي العبودية التكليف الشرعي العبادة، لأنه العبودية ما بتجب دون العبادة، لكن كل عبادة ما توصل للعبودية عبادة باطلة. وبعدين أنا قلت هنا أنه الناس ما بصلوا، أنا أحب أن النقطة دي تكون مؤكدة، والحقيقة كل من يتكلم يدل على أنه ما بصلي. هسع الموضوع ده لو مسكنا حتة حتة يدل على أنه ما بصلي، بمعنى أنه صلاته داخلة في قول رب مصلي لم يقيم الصلاة، هذه ما عندها عند اعتبار عند الله. أنا لما بتكلم بالصورة دي عايز الناس يصلوا، عايز الروح تدخل في الصلاة. ليه؟ كيف بتدخل؟ لأن تكون الصلاة وسيلة. إذا كنت أنت بتقول أنه أنا قاول يصلي وهو بصلي ما في شي ناقص، هو أنت بتصلي، لكن إذا عرفت أن الصلاة وسيلة إلى القرب من الله والرضا بالله بيكون عندك مقاس كل يوم أنت وين
وما نبينا قال جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني شنو؟ يعني أمور الدنيا تحزب أحيانا وتكدر أحيانا يفزع للصلاة. وقالت السيدة عائشة عنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. جعلت قرة عيني في الصلاة يعني رضا بالي وطمأنينة نفسي، لأنه في الصلاة بلاقي ربه وتهون عليه كل المشاكل الأخرى. فإذا أنت ما تدخل ما تدخل الصلاة لها مقاس ولها مقدار تعرف بصلاتك صحيحة ولا ما صحيحة، ما تكون في حركة. أنا برضو بدعو الناس اللي ممكن يجوا يتكلموا أن يوروني هم الطريقة الممكن تنبعث بها الروح في الصلاة. وإذا كان الناس شافوا أن المسلمين صلاة فيها روح وما في عوجة برضو نسمع. لكن حاجتين مقررتين عندي أنا، أنه الناس ما بصلوا، صلاة المسلمين بقت عادة، مرقت منها الروح، بقت جسد بدون روح، ولا يمكن أن تدخل فيها الروح مرة تانية ليكون عبادة المسلم وأخلاق المسلم هي الإسلام، إلا إذا كان عرفنا نحن ماشيين وين بالصلاة. وأنا ضربت مثل لما قال الصلاة معراج، قلت المعراج السلم، وأنك أنت لأنك عارف ماشي لمكتب معين في الدور الثاني من البداهة أنك بتتحرك في السلم لغاية آخره. لكن روحيا نحن قاصرين عن الفهم، روحيا بنقيف في العتبة الأولانية لأننا ما نعرفين ماشيين وين. نحن لما نتكلم عن صلاة الأصالة اللي هي تحقيق الفردية، وفي قيمة كبيرة جدا لتحقيق الفردية اللي هي المقدرة على تنظيم الجماعة، أصل الفكر الاجتماعي في العالم كله والماركسية بصورة خاصة عجزت عن التوفيق بين الفرد والجماعة في التشريع، بل الماركسية رأت أن الفرد والجماعة ضد بعض، ولذلك تكبت حرية الفرد ويعتنى بالجماعة. الإسلام هو وحده القدر يوفق بين الفرد والجماعة، لأنه التوحيد يقول أنه ما فيش أشياء بتضاد بعض، كل العالم ماشي لله، لو أسلم ومن في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذن اتجاهه واحد. بعدين مكان نظر الله للوجود هو الإنسان الواحد الفرد، وده تكليف العبودية. الله نظره للوجود عن طريق الفرد مش الجماعة، الجماعة وسيلة الفرد والفرد غايته. هذا يجي من عبارتنا في الأصالة وتحقيق الفردية اللي بنتكلم عنه، ده هو يظهر قيمة الدين بالنسبة للفلسفات كلها بصورة ما يمكن أن يصل شيء من الأفكار. ولا يمكن أنت أن تبرز فضيلة الإسلام الحقيقية مش عند الناس اللي بيعتقدوا الإسلام واللي بتحاججهم بالقرآن، لأنه في ناس القرآن طبعا ما عنده اللي هو اعتبار، وفي ناس عندهم الله ما فيه، لكن الإسلام عنده المقدرة بأن يقنع فكريا بكل الخصائص دي الموجودة في منهاج الإسلام لتحقيق الفردية ووجود الله وانفتاح الإنسان على الإطلاق. ده كله فيه إذا فهمته في وصوله. فنحن لما نتمسك بالصورة البسيطة دي مش لأننا نحن عايزين نجي نكلم الناس بس، دي ميزة الإسلام الحقيقية ما بتبرز إلا في المستوى ده، أن يكون أمرك في أمر الدنيا فيه تخفيف، خفف من الدنيا. هو كان يدعو الله أن يجعل قوته الكفاف، اللهم اجعل قوت آل محمد الكفاف، مش هو خايف ما يلقى الكفاف، خايف من الزيادة. حتى قال ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا أنفقه جميعا إلا 3 دراهمات أرصدهن لدين. ما عايز ده، عايز الكفاف، لأنه حقيقة التوحيد أن الدنيا دي زي المائدة اللي ربنا وضع علينا لناخد منها زاد الراكب ونسير له. فإذا كان أنت ما تلاحظ حالة قلبه بالصورة دي تحاول أن تقلده، ما تفتكر أنك لازم تبلغه، لكن المحاولة في الاتجاه ده هي الكلمة القرآنية اللي قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أنت إذن اتخففت من الدنيا وسرت وحاولت دائما أن حياتك كلها كل يوم تقربك لله مرحلة، انت ساير في طريقه، صلاتك كصلاته في هيئته وصلاتك كصلاته في روحه. المعامله اريد كان لو نجد فرصه يمكن ان شاء الله نقول تعلموا كيف تصلون، دي بتجد لها فرصه، لكن اذا وجدت الفرصه بيكون فيها بيان كبير كيف الناس يصلون. نحن دعاة للصلاه، لكن على ان تحسن التقليد ظاهرا وباطنا مش في ظاهر الامر بس. إذا أحسنت بالصورة دي أنت بتصير شريعتك التقليد لغاية ما يرد لك الخطاب.
الخطاب برد من القرآن، الله هو اللي بيكلمنا من القرآن، ونحن بنصلي له بكلامه في الصلاة، وكلامه في الصلاة أرفع ما يمكن أن يتقرب له به. واحد لأنه ده كلامه، الصلاة لأنها تهيئ أن تكون حاضر معه، حتى إذا كان قريت قرأ عليك لسانك ده على قلبك أو ده جبريلك، أنت عندك جبريل أو جبريلك وهو محمدك. إذا كان أنت لسانك ده قرأ على قلبك بحضور، تلقى أنه المراقي أنت ماشي لها لغاية الشهود الذاتي. في الوقت ذاك أنت بتخاطب من الله ومن النبي كيف تؤتى صلاتك الفردية من هناك. إذا كان نحن بنتكلم عن الحاجة اللي بيعملوها الناس، أفضل نختصر في الوقت ده، سيب الأشياء الثانية. بس أنت أعرف أنه في أصل الدين مطلوب منك أن تسير لها الله، وأن تتقن السير وراء النبي لتصل الله. بل الحقيقة هي الصورة دي، مطلوب منك أن تقلد النبي لتقلد الله. شفت النقطة دي؟ التقليد دي الله بكون شنو؟ أن تسير خلفه، أن تسير خلفه. والصورة كأن ربنا تعالى الله عن التشبيه ماشي أمامنا، بعدين نحن ما بنشوف مواقع أقدامه، جبريل بشوفه بالنور الملائكة اللي عنده، جبريل ماشي وراه، محمد ماشي ورا جبريل، جبريل بيوضح للنبي المقاء الأقدام دي للنور اللي عنده. عندما قويت أنوار نبينا بقى بشوف مواقع الأقدام الإلهية عند سدرة المنتهى، تخلف جبريل وبقى النبي ماشي وراء الله، وده ما يعبر عنه بالرضا. نحن ماشيين وراء نبينا ليسوقنا لتقوى أنوارنا لنرى الله، فإذا سرنا وراء الله معناه نرضى بإرادته. هسه أنت وأنا والثالث والرابع دائما بنجري قدام الله، بنجري قدامه، لأنه لما يريد لك حاجة وإنت تسخط عليها عايز إرادتك كأنك تقدمته. ولذلك الصوفية قالوا قدم إماما كنت أنت إمامه، وده الرضا، دي الصلاة. حتى الصلاة في اللغة العربية أن تمشي أن تكون الثاني. يقول العرب يقولوا إنا بني ناشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا، إن تستبى غاية يوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين. هذه الصلاة في الحقيقة أن ترضى بالله وتمشي وراه ولا تتقدم عليه ولا تسقط. إنت إذا كان ماشي بإتقان الموضوع ده بتصل وبعدين تعرف، لكن أن تسأل عنه وإنت ماخذ راحتك ده ما بكون فيه فايدة. يا جماعة أنا عندي سؤال، والله عندي سؤال بالله يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤسفني أن يؤدي الخلاف بين الأستاذ محمود وبين معارضيه إلى حد قعقعة السلاح. ربما أتى الأستاذ محمود بفكره، وربما كانت هذه الفكرة صائبة، وربما كانت خاطئة. التاريخ هو الذي سيحكم على الأستاذ محمود إن كان صادقا أو إن كان كاذبا. نحن نعلم قول الله سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث فسوف يمكث في الأرض، فيمكث في الأرض. أنا لست من أهل الدين، معلش. الواقع اللي أنا عاوز أعرفه أن هناك كثير من حركات التجديد في الإسلام. فمثلا كانت هناك حركة الوهابيين في السعودية، وكانت حركة باديس في الجزائر، وكانت حركة محمد إقبال في الباكستان، وكانت هناك حركة الشيخ محمد عبده في مصر. فالأستاذ محمود حسن وحركته هذه إن كانت حركة تجديد حقا، فأين تقف من هذه الحركات جميعا؟ هذا أرجو أن يرد عليه الأستاذ محمود. الواقع نحن لسنا فلاسفة إطلاقا ولن نكون، نحن شعب متخلف. فهمنا الإسلام ببساطة، وجاء محمد صلوات الله وسلامه عليه بدينه البسيط الواضح الذي يعاملنا معاملة بسيطة. سألته امرأة ذات يوم وقالت له: يا رسول الله هل اللهف؟ قال لها: ايوه. ليه؟ لان عقلها وصل الى هذه الدرجة بس، فقال لها: ايوه، مع ان الله في كل مكان. هذه واحدة.
الموضوع اللي أنا كنت عاوز يشرحه الأستاذ شرح مبسط عن الصلاة، يقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أنا رجل تاجر بصلي، وكل يوم من الفجر لغاية العشاء عمالي نازل في الصلاة. الصلاة الحقيقية في نظري معاملة هذا التاجر لي أنا، لما أروح أشتري مثلا بضاعة من عنده يدهالي ويكسب مكسب بسيط. الموظف ربما يكون شيخ وربما يكون عالم وورع والصلاة ليل ونهار، وبعدين معاملته تكون أسوأ معاملة. فين ده يكون موقف؟ الدين يعمل له ايه والصلاة عملت له ايه؟ ولا حاجة. لن اصدقه ولن امشي خلفه ولن اتبعه، وسوف اقول له امام الجميع انك تخادعنا بصلاتك وحركاتك. الراجل انتوا فاكرينه سيدنا عمر لما جه لواحد، نعم هاي حاضر، لقاه بيصلي كل يوم ليل ونهار قاعد في الجامع منقطع للجامع، قال له انت مين اللي بيوكلك؟ قال له اخويا. قال له اخوك اعبد منك. انا في اعتقادي الايمان هو العمل، العمل بالتعاليم وبالروح اللي قال عليها الاستاذ، ان انا اتبع الصلاة صحيح لازم اعملها، لان دي شفنا النبي عليه السلام قام بهذه الصلاة، وزي ما قال الاستاذ محمود حسن ما هوش احسن من محمد ولا سيدنا ابو بكر ولا الصحابة الاجلاء. لا انا عاوز اقوله حاجة، ان الانسان مننا دينه معاملته. الانسان الكامل الانسان المؤمن بالله هو الذي يعمل ويطبق الشريعة بالعمل ومعاملة الناس. اللي انا عاوزه بقى الاستاذ محمود سوف يظهر، التاريخ هيظهره ان كان راجل مبدأ وراجل عقيدة. التاريخ اظهر الاستاذ محمد عبده، واظهر محمد اقبال في اليمن في, 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 في باكستان، واظهر هؤلاء الاجلاء. احنا كنا عاوزين لجنة على مستوى الاستاذ محمود وفكره وعقيدته تيجي تناقشه في هذا الموضوع، والناس دولت يكونوا خيرين ونثق فيهم جدا، يجي يقولوا لنا والله الرجل ده صاحب دعوة واتبعوه، يروح هناك في الازهر الشريف يقول لهم ادي ارائي وادي حججي، وانتوا ناس جهابزة اتعلم منكم من في السربون من تعلم، اللي خدوا الدكتوراه منكم شيخ الاستاذ الدكتور عبد الحليم محمود موجود ما شاء الله في القاهرة وغيره، ناس ائمة في العلم يحاجوه ويكلموه ويناقشوه، والله من هناك او من عندنا هنا من الشؤون الدينية، وعندنا ناس اجلاء عون الشريف موجود وراجل ذو ثقة وذو علم، وناس ما شاء الله عندنا في السناس ناس يفهموا الدين على حقيقته، يروحوا يحاجوه ويكلموه ويناقشوه ويقولوا له والله انت على حق فاذهب والله معك. اما يجي يكلمنا احنا، صحيح احنا مهما كان علمنا في الدين فلم يصل الى مستوى الاستاذ محمود، لان صراحة كلامه رغم محبتنا ورغم احترامنا له كراجل تجديد زي ما بيقول، انا لن اهضمه ولن اتبعه الا اذا رأيت اجلاء نخبة من العلماء الممتازين حطوه في المكان الصحيح بتاعه حتى نؤمن به. واذا كان رجال العلم الديني في العالم الاسلامي عرفوا به، عرفته القاهرة وعرفته العراق وعرفته سوريا وعرفوا كل العالم الاسلامي، فده هيبقى فخر للسودان، والتاريخ هو اللي هيحكم عليه مش انتم، تاريخ على مستوى الدول العربية والاسلامية. واشكركم. كلام طيب جدا. موضوع لأنه الدين بسيط، والحقيقة الدين بسيط، هو دين الأميين، نبيه أمي أمة أمية، لكن مش معنى بساطته أنه سذاجة ما مفتوحة على المعرفة الكبيرة. بساطة الدين متود آخر في الإطلاق عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، ثم نزل لأرض الناس البسطة الما عندهم فلسفة مسبقة، ومن القاعدة دي الناس يسيروا سرمديا في الدين ده ما ينتهي. إذا كان البساطة قصدت بالصورة دي بساطة الدين فعلا، لكن كل وقت بيخاطب على مستواه. وإنت ما ممكن في الوقت الحاضر تتكلم عن بساطة الدين في خطاب الناس في الأصول، لأنه انت هسه لو كنت عايز تقول للناس صلوا، في ناس اذكياء بيقولوا نصلي ليه، في ناس مثقفين بيقولوا نصلي ليه،
موضوعك انت مش الدعوة كمان، حتى للناس المثقفين ممن عندهم عقيدة من آبائهم، انت بتدعو ناس ملحدين. الدين عنده المقدرة والسعة لإقناع ديل، وإذا البساطة فيه ومراقي الفكرة الكبيرة فيه. نحن لما نتكلم عن أصل الأصول، عن لا إله إلا الله وعن الصلاة، لابد أن يظهر الموضوع فيه تعقيد، وعايز أن الناس يصبروا عليه. وعلم الأصول في معارف التوحيد علم ذوق، ذوق بمعنى أنه إذا ما ذقته ما تعرفه، ده معنى. لأنه ديننا دين عمل مش دين قراية، وده الذوق، الذوق بالعمل، تعلم وتعمل بمقتضى علمك، الله يعلمك زيادة. واتقوا الله ويعلمكم الله. بعدين العبارة بتاعت أنه أنا أمشي مثلا بأفكاري دي للعلماء، ولحسن الحظ أنت ذكرت محمد عبده. طيب محمد عبده ما كفروه ناس الأزهر، بعدين في الآخر عرفوه إمام، فإيه رأيك؟ الموضوع مش كده، الموضوع أنه الحق بيبسط حتى للناس اللي ما عندهم التزام مسبق. أصل الحق ما بعرضوه إلا الناس اللي عندهم التزام مسبق، على اعتبار أنهم هم احتووا الدين وده ما قروه، يجي بارة ده موضوع برا. لكن دائما الناس البسطة، الناس المثقفين ثقافة عادية، الناس الأميين تلقى قلوبهم مفتوحة، وكلمة الحق قد يعرفوها بالتفصيل، وقد يشعروا بحرارة دفعها، يشعروا بنوره وقوتها ويؤمنوا بها. فنحن إذا مجالنا الوجوه دي، مش مجالنا القاهرة ولا مجالنا جهات ثانية. المسألة بتاعك في مسألة الناس اللي أنصفنا التاريخ زي محمد إقبال ومحمد عبده، هم كلهم كان عهدهم ضدهم، دائما عهدهم ضدهم. في حاجة اسمها حجاب المعاصرية، حجاب المعاصرية، أنه زي تقول ليه تفهم وأنا ما فهمتها، لكن لما نبقى الزول في التاريخ بتستطيع أن تنصف أفكاره. فالناس دول كلهم كان منكور عليهم، لكن كلهم ما مشوا في اتجاه الأصول اللي نحن مشينا لها. الدعوة دي ما مسبوقة بمثيل لها، ولذلك جاءت الغرابة فيها. طبعا كان معروف الاجتهاد فيما ليس فيه نص، وفي ناس مجددين في المعاني دي، محمد عبده منهم، وحمد إقبال فيلسوف وشاعر، وبيأخذ الناس بصور من التصوف في فلسفته وشعره، لكن مش في مستوى ناس محمد عبده في الفهم والتفسير والنظرة التجديدية للتشريع. لكن محمد عبده برضه ما خرج عن ما فيه نص. هنا المعنى اللي احنا بنتكلم عنه، أنه ما في نص هو غاية في ذاته، النصوص وسائل. إذا كان النص خدم غرضه واستنفده، وفي نص أكبر منه يستاهل الوضع الجديد، يمكن أن ينظر فيه بالصورة دي. دي في مستوى جدة وغرابة شديدة، ونحن في الحقيقة لدقة الموضوع ده ولغرابته بنتعرض لتشويه كثير، وإساءة لسمعتنا، وتقول علينا بصور غريبة جدا. لكن ما بنلوم زول في الموضوع ده، نحن واثقين أنه الأمر ده عايز دقة وعايز صبر، ووقته بيجي. انت قلت التاريخ بينصف، الحقيقة الحركة دائما مع الزمن. الكلمة قال المسيح، يقول يعني حديث قدسي، قال إن ربنا قال إن كلمتي لا ترجع إلي فارغة. إذا أنت الداعي بتقول الحق، الحق ده الناس اللي بيجروا منه ويفروا منه، هو في الحقيقة بيدخل في صدوره وبياخد فرصته لغاية ما يعشعش ويفقس ويجي خارج بمعاني إن كلمتي لا ترجع إلي فارغة. ودعاة الحق ما يستعجلوا، ودعاة الحق برضو ما ينتظروا أن الناس يراقوهن بالرياحين والورود والطريق مفروش ليهن، لأنه دائما الاتجاه ده هو الاتجاه اللي كان بيعارض. الحاجة اللي احنا واثقين منها وبنحاول دائما أن نزيد استيثاق منها، أن نكون مع الحق فيما نقول وفيما نفعل. بعدين ديننا ده مش دين السذاجة، بمعنى أن الإنسان يكون يقبل أي حاجة. في الحديث قال يا ابن عمر لا يغرنك مني ما يغرنك ما كان لأبويك مني، دينك دينك، خذ ممن استقاموا ولا تأخذ ممن قالوا. وإنت أوردت برضو حديث سيدنا عمر، يقولوا أنه كان عايز رجل يزكوه، عايز يستعمله في خدمة، فقال هل فيكم من يعرفه؟ قال واحد من المسلمين أنا أعرفه يا رسول الله، يا أمير المؤمنين. قال له هل هو جارك؟ قال لا. قال له هل بايعت وبايعك؟ قال لا.
هل داينت وداينك؟ قال لا. هل سافرت معه وسافر معك؟ قال لا. قال لي اذهب فإنك لا تعرفه، لعلك رأيته يطيل السجود. فدين الإنسان معاملته زي ما أنت قلت، ودي الحاجة المفقودة عندنا نحن المسلمين، ولا يمكن أن نرجع للإسلام مرة تانية إلا إذا دخلت الروح في الصلاة حتى تأثر على أخلاقنا. الموظف والتاجر والإنسان في الشارع والمعلم في المدرسة والطفل والمرأة يجب أن ينصبغوا بأخلاق الإسلام، لأنه في الحقيقة الدين المعاملة. نبينا قال الدين المعاملة، مش معنى الكلام ده مش الصلاة، لكن لو قال الصلاة قد يكون المعاملة. لكن لما قال المعاملة، المعاملة لا يصل لها الإنسان إلا إذا متقن معاملته لربه، لأن الصلاة معاملة لله تنعكس على الخلق. الله غني عن الصلاة إلا إذا كانت صلاتك جعلتك حسن الخلق والمعاملة مع الآخرين. ولذلك دين الرجل معاملته، وإنتوا تعرفوا أن نحن المسلمين معاملتنا فيها من أنواع الانحراف والبعد عن الدين ما يخلي الإنسان يأسف. الدعوة دي عشان تعود الروح ليكون الدين دين في العقول وفي القلوب، وسيلته الأعمال التعبدية والمنهاج التعبدي. طيب بالله عندي سؤال بسيط جدا، عايز أقول أنه نحن يما دخلنا مثلا في الكتاب علمونا كيف نصلي، فنشعنا على هذه الصلاة، شعرنا أنه هنا برضو في السودان في الصوفية بدوك أوراد مثلا وأشياء زي دي، الهدف مني أنه توصلك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فحسي لو عايز أسأل مثلا أمشي مثلا في السلم السباعي بتاع الأستاذ محمد طه، عايز أترقى سلم سلم لحد أصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصل لله مثلا، أعمل شنو مثلا بالضبط كده؟ أعمل شنو يعني عشان أعمل كده؟ ما كويس يا أخ، ما كويس. أنا ممكن أصلي، أنا حسي بصلي، لكن هذه الصلاة أنا لما بدي أصلي مثلا ما قاعد أشوف سيدنا محمد زي ما بيقولوا الصوفيين مثلا، ما قاعد أشوف سيدنا محمد، ما قاعد أشوف الكعبة. في ناس لما يجي يصلوا مثلا لحد ما يقول الله أكبر بيشوف الكعبة، يعني بيشوف الكعبة أمامه. طبعا البعض قد يضحك، البعض قد يضحك. أنا بسأل بالله عن الطريق اللي بوصلني وبس. الموضوع ده هو في الحقيقة نحن زي ما بقول لو وجدنا له فرصة بكون تعلموا كيف تصلون الصلاة. مش هسا نحن عندنا الشبار المثقفين زي بيفتكروا أن الصلاة عمل السذج والشيوخ والبسطة، لكن المثقف ما بصلي ده لأن الصلاة ما معروفة في حقيقتها، مع أنه الصلاة جلسة روحية فيها لقاء مع الله وفيها انفتاح عليه واعتراف بالنقائص والمزام الكثيرة الموجودة. بصورة لما انت تقوم من الصلاة كأن من غسل الظلام الباطني ده كله منك في غاية البساطة. ما مش عايز لك انت واحد يوصلك للنبي، ومش عايز انت ترغى الدرجات حتى انتصل للنبي، النبي معك من الاول. ولذلك جاءت البساطة الشديدة اللي سجر لها الاخ هنا انه الدين ده بسيط، هو دين الاميين، نبيه امي وامة امية. نحن رسمناه الطريق ده في طريق محمد، فأنا أدعو الابن في أن يقتني من الكتب ده كتيب، بعدين إن وجد فرصة أن نلتقي قبل ما نقوم بنتكلم عنه أو إن كتب لي عنه. لكن أكد لكم أنه كلامه اللي هو قاله هو كلام كل واحد حقه يقوله، كل واحد حقه يعرف أنه بصلي لكن الصلاة ما عندها فايدة له. وراح تكون شنو؟ واحد من أمرين، ولا يرتفع لأن تكون صلاته عندها فايدة، ولا بعد شوية راح يسأل يسيبها. لابد أنك تشعر بأن صلاتك دي لازم تكون فيها روح لترتفع بها لتأدي واجبها. فنحن لو لقينا فرصة لنتكلم تعلموا كيف تصلون بيكون في بسط كبير للموضوع ده إن شاء الله. طيب يا جماعة، نسبة لضيق الوقت ونسبة لأن الأستاذ تعبان شوية، فنشكركم جميعا وباسمكم نشكر الأستاذ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع واحد بالله انت مع هذا الترتيب ليه ولا تلاقيه؟